السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب دفعة 2022 كل سنة وحضراتكم طيبين وان شاء الله تكون سنة سعيدة على حضراتكم وسنة جديدة كلها أمل وطاقة وحيوية وتشتغلوا ان شاء الله وتتعبوا وتوصلوا للي انتم عايزينه بإذن الله وربنا يوفقكم جميعا يا رب في السنة الجديدة وان شاء الله تكون سنة كلها خير وسعادة على حضراتكم النهارده هنتكلم مع بعض في اخر واجب معانا في تشابتر 3 وان شاء الله باذن الله الاسئله بتاعت النهارده تفيدكم كتير في ان انتوا تقفلوا على خير تستعدوا بقى لامتحان الشهر اللي هيكون على تشابتر 1 و2 و3 وان شاء الله كل ما يمتحن اكتر وكل ما تذاكر اكتر كل ما تعلم من مستواك وتتعلم من اخطائك حابب بس افكرك الاسئله اللي احنا بنحلها دي من مصادر كتيره جدا عشان ان شاء الله مجرد ما تحلها تحس ان انت انجزت انجاز كبير وان شاء الله باذن الله تتعلم من الاسئله دي عشان ما تغلطش في الامتحانات وفي الكويزات وفي الاسئله اللي ان شاء الله تجيلك بعد كده حتى في امتحان اخر السنه كل ما اتعلمت اكتر كل ما اخطائك قلت وان شاء الله مستواك يعلى مع الوقت يلا بينا نبدا مع بعض اخر هوم في تشابتر 3 والحصه الرابعه يلا بينا نبدا مع بعض الواجب الرابع والاخير من تشابتر 3 واللي طبعا كان بيتكلم عن السولبيلتي اوف سولتس الحاجات السولبل والحاجات الانسولبل وهكذا يلا بينا نشوف اول سؤال معانا فأول سؤال بيقول لحضرتك when lead chloride partially dissolved in water as the following equation والراجل مديك الإكويشن واضحة بيقول لك then the KSP equal وطبعا احنا متعودين دايما ان الكي K بتساوي اي K في الدنيا بتساوي concentration ال products على concentration ال reactants وبناء عليه عند حضرتك البرودكت عندك ال PB بوزيتيف 2 طبعا باور 1 عشان هنا 1 مول ملتبلاي ال CL نيجاتيف اول باور 2 عشان هنا 2 مول اوفر طبعا الراجل ده سوليد واحنا متفقين ان الحاجات السوليد ما بتتكتبش يبقى الراجل ده مش هيتكتب فبالتالي الرياكتنت مش هيتحط مكانها حاجه وبالتالي هيبقى الوضع بتاع ال K هو بهذا المنظر وبناء عليه لو ال K بالمنظر ده هنختار انهي فاليو تبقى الاجابه الصحيحه طبعا الإجابة C هي أصح إجابة بعدين في السؤال الثاني بيقول لحضرتك A salt X أي salt اسمه X dissolved in water اللي ال pH بتاعتها ب7 ماشي The produced solution turns the color of bromothymol blue to yellow وطبعا احنا خدنا في chapter 2 ان في indicator اسمه bromothymol blue وعشان البروموثيمول ده يبقى يلو فده معناه ان السوليوشن ده اسيد نظرا لان البروموثيمول بيبقى له في حاله الاسيد فعشان كده بيقول لك ذا سولت از ميد اوف السولت ده اللي خلى اللتمس اللي خلى اسف بروموثيمول بلو يبقى يلو طالما خلاه يلو يعني عباره عن اسيد فاكيد السولت ده بيتكون من سترونج اسيد وويك بيز نتيجه ان السترونج دايما هو اللي بيكسب وبناء عليه الإجابة الصحيحة هي تبقى الإجابة إيه؟ إن هو بيتكون من سترونج أسيد وفي نفس الوقت بيتكون من ويك base. طيب، السؤال اللي بعديه معلش ما كانش مترقم هو السؤال ده يروح حضرتك وان بوتاسيوم كربونات دي سولفد ان ووتر ايه اللي بيحصل طبعا البوتاسيوم كربونات لو نزل الميه هيتفك الى بوزيتيف اند وطبعا الكي هتاخد الاو اتش -OH وبعدين السي او 3 تاخد الاتش وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الكي او اتش -OH ده عباره عن سترونج بيز اما الاتش 2 سي او 3 اتفقنا ان ده عباره عن ويك اسيد واتفقنا دايما ان الحاجات الويك بتتلم تاني والكونسنتريشن بتاعتها بتقل فبالتالي هتلاقي كميه الاتش بتاعت الاسيد دي هتقل انما كميه الاو اتش OH بتاعت البيز نظرا ان هو سترونج فكميته هتزيد فبالتالي الاتش هيقل والاو اتش OH هيزيد فنختار ان الاتش تقل والاو اتش OH تزيد اللي هي بي ان سي ار كوركت نظرا دايما الحاجات الويك بتقل والحاجات السترونج هي اللي بتزيد سؤال رقم ثلاثة بيقول لك which of the following salts has no action on latmus كلمة no action on latmus دي معناها ان تأثيره نيوترال على اللاتمس هو ما غيرش حاجة في اللاتمس تأثيره نيوترال فبالتالي السولت ده هيديك سترونج بيز سترونج اسيد يا هيديك ويك بيز ويك اسيد فهتلاقي الوحيد اللي يديك حاجتين سترونج او يديك حاجتين ويك هو اول سولت اول سولت ده لو حضرتك فكرت تقسمه هيتقسم طبعا ل NH4 positive وال 3 COO negative فطبعا لو دي خالت H فده weak acid ولو دي خالت OH فده weak base فبالتالي السوليوشن في الاخر هيبقى neutral يبقى هو ده اللي مش هيأثر على اللبس. سؤال رقم اربعه بيقول لحضرتك the highest pH value for the following acids the following salts طبعا highest pH معناه base نظرا لان ال pH في حضراتكم فاكرين هي من 0 ل 14 وفي النص 7 فهايست pH من 0 ل 7 كان بتبقى أسد ومن 7 ل 14 بتبقى بيز وطبعا في النص نيوترل فبالتالي هايست بي اتش يعني معناه ان هو في ناحيه البيز عنده بي اتش عاليه فاللي ناحيه البيز هيبقى بيزك سولت مين في دول بقى يعتبر بيزك سولت هو اللي يدينا سترونج بيز وويك اسيد فطبعا اخر اجابه اللي هي دي هو ده الراجل اللي هيتفك ويدينا سترونج بيز اند في نفس الوقت يدينا ويك اسيد فبالتالي لو فكرت تفكه بوزيتيف نيجاتيف او اتش او اتش فطبعا هيدي لحضرتك سترونج بيز ويك اسيد فبالتالي يبقى الراجل ده هو اللي بيزك يبقى هو عنده اعلى pH يبقى هو الاجابه دي. نيجي بعد كده للسؤال خمسه لك what is the value of solubility product؟ السلوبيلتي برودكت دي اللي هي اس ال KSP for silver sulfide والراجل مديك السيلفر sulfide مديك السامبل بتاعته given that its degree of solubility مديك درجه الذوبان اللي هي اكس بتساوي قد كذا. فطبعا المساله دي حلينا زيها كتير جدا. حضرتك عندك الـ AG2S ده أكيد solid بيروح ويرجع ويتفك إلى AG positive زائد S negative 2 ونتيجة البالانس دي تضرب في 2 فلو حضرتك فكرت تحسب الـ KSP عندك الـ KSP بتساوي concentration of product على concentration of reactant وساعتها مفروض يبقى عندك concentration الـ AG positive all power 2 ملتبلاي كونسنتريشن ال نيجاتيف 2 وطبعا هو الراجل مش بيديك الكونسنتريشن انما مديك ديجري اوف سوليبلتي وطبعا طالما الراجل ده بيدوب 2 مول يعني بيدوب ب 2 اكس والراجل ده بيدوب ب 1 مول يعني بيدوب باكس ده ضعف ده, ده وبناء عليه نبتدي نعوض بالاكسات يبقى ساعتها الكي اس بي هتساوي هشيل الاي جي واحط مكانها power 2 اكس كانت كلها باور 2 ملتبلاي اشيل الاس واحط مكانها اكس اللي هي كانت باور كام؟ باور 1 نفك بقى الكلام ده يبقى ساعتها الكي اس بي بتساوي التو مرة تخش على التو مرة تخش على الاكس زي ما شرحت لحضراتكم فهتبقى 4 اكس سكوير ملتبلاي اكس باور 1 اللي هي اكس يعني المحصلة النهائية تبقى 4 اكس باور 3 لان احنا هنجمع الباورز اكس باور 2 بلس اكس باور 1 فطبعا هي في الاخر اكس باور 3 هو الراجل مديك الاكس بكام ساعتك هتعوض يبقى تعوض تعويض مباشر 2.8 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اول باور 3 فساعتها هتلاقي ان الكي اس بي طلع على حضرتك الفاليو بتاعت نمبر A اللي هي 8.78 تايم 10 باور نيجاتيف 8 ودي تبقى الاجابه الصحيحه بعد كده بيقول لحضرتك سؤال رقم 6 When ferrous كلورايد هو الاف اي سي ال 2 دي سولفد ان ووتر داف في الميه ات جيف اي طبعا هو الراجل ده لما هيدوب في الميه خلي بالك ادي الاف اي سي -E ال 2 لما الراجل ده هيدوب في الميه بوزيتيف ونيجاتيف فطبعا هيبقى عندك الاو OH اتش وعندك الاتش سي ال صح كده؟ وطبعا الاف FEOH او اتش ده عباره عن ويك بيز. اما الاتش HCL ال عباره عن سترونج اسيد. فطبعا الحاجات السترونج بتفضل زي هي ايونايزد فطبعا دول هيفضلوا في صوره ايونز زي ما هما. انما الراجل ده ويك فيرجع يتلم مره ثانيه ويديك ويك بيز فطبعا هتلاقي ان في الاخر هيكون عند حضرتك اف اي او اتش اول 2 الراجل ده ويك بيز يتلم كده. اما بالنسبه لل HCl فهتفضل زائد ال نيجاتيف لان ده سترونج فبالتالي هيتكونوا عندك ال FEOH والهيدروجين اين والكلورايد اين اللي هي الاجابه ايه؟ نظرا للحاجات السترونج بتفضل مفكوكه والحاجات الويك هي اللي بتتلم تاني. سؤال سبعه بيقول لك The solution of potassium dichromate in water فطبعا الـ potassium هو الـ K2CR2O7 الراجل ده فكه كده positive negative حط له OH وH هيدي لحضرتك هنا strong base ويدي لحضرتك هنا weak acid فطبعا لو اداك strong base weak acid يبقى في النهاية تأثيره basic وبعدين في النهاية تأثيره basic فبالتالي الـ pH بتاعته هتبقى أعلى من 7 أكيد فبالتالي الإجابة الصحيحة في سؤال 7 هتبقى الإجابة B سؤال رقم 8 بيقول لحضرتك لو عندنا صولت ال pH ده في المية لل pH بتاعتها بـ 7 البروديوس سوليوشن حول اللاتمس لرد وطبعا حول اللاتمس لرد معناه ان السوليوشن اسيد فطالما اسيد يبقى اكيد بيتكون من سترونج اسيد وويك بيز فبيقول لك السول ده متكون من ايه طبعا متكون من سترونج اسيد اند ويك بيز اللي هي الاجابه إيه؟ سؤال رقم تسعة بيقول لك ذا ديجري اوف سوليبيليتي بتاعه هذا الكومباوند ان ووتر is كذا احسب الكي اس بي لسه حاسبين نفس المساله بالظبط هي هي فادي الام جي او اتش اول 2 طالما بنحسب له الكي اس بي يبقى الراجل ده سوليد هنفكه فيدي لحضرتك ام جي بوزيتيف 2 بلس 2 او اتش نيجاتيف نفس القصه هنفرض ده باكس ونفرض ده ب 2 اكس فبالتالي يبقى الكي اس بي هتطلع لك في النهايه زي ما عملنا المساله اللي فاتت نفس القصه كونسنتريشن البرودكت اللي هي الام جي بوزيتيف 2 طبعا باور 1 ملتبلاي ال او اتش نيجاتيف الكل سكوير هنعوض بالاكسات فساعتها هنشيل الام جي ونحط مكانها اكس ملتبلاي نشيل الواتش ونحط مكانها 2x all power 2 فتطلع المحصلة ان هي 4x power 3 حضرتك من الراجل مديك الـ x بكام هتعوض بيها فتلاقي ان النتيجة تطلع لحضرتك هي الاجابة دي هي الاجابة الصحيحة 6.9 times 10 power negative 12 سؤال 10 بيقول لحضرتك if the solubility product KSP بتاعت الكالسيوم فلورايد بتساوي كذا الراجل مديك الكي اس بي بتساوي قد كذا سو so, الاف نيجاتيف in the saturated solution of CAF2 is كام؟ الـ concentration بتاعت الـ F- دي بتساوي كام؟ طبعاً لو حضرتك فكرت انت عندك الـ CAF2 لو فكيتها هتدي لحضرتك CA positive 2 plus F- -D. وطبعاً الـ F دي هتتضرب في 2 عشان البالانس balance فإحنا لو فرضنا الراجل ده بـ X هنفرض الراجل ده بـ 2X فبالتالي احنا عايزين نعرف الـ X بكام؟ عشان نعرف الـ concentration بتاعت الـ F بكام؟ طيب يبقى ساعتها الكي اس بي هتساوي عند حضرتك اكس multiply بلاي 2 اكس باور 2 طبقاً للمسأله زي اللي قبلها بالظبط فبالتالي هيبقى عندك الكي اس بتساوي اربعة اكس باور 3 فعشان كده هو الراجل مديك الكي بكام وعايز الاكس بكام وبناء عليه هنودي الفور الناحيه التانية بال divided يبقى ساعتها الاكس كيوب بتساوي كي اس على اربعة لو انت عايز تحسب الاكس بس بكام فهتساوي كيوبيك روت كي اس بي على 4 ساعتها نعوض يبقى كيوبيك روت 3.9 تايم 10 باور نيجاتيف 11 على 4 احسب الرقم ده معلش يطلع بكام حضرتك هتحسب الكيوبيك روت لل 3.9 تايم 10 باور نيجاتيف 11 ديفايدد 4 فيطلع لك ان الكي اس بي اسف تطلع لك الاكس ب 2.13 تايم 10 باور نيجاتيف 4، صح كده؟ بس انت عندك الإف اللي هو بيسأل عليها دي، هي عبارة عن إكس ولا 2x؟ لا طبعا 2x، وبناء عليها هتضرب الرقم ده في 2 فلو سعادتك ضربت الرقم ده في 2 يطلع لك في الآخر 4.27 اللي هي إبروكسيميشن 4.3. نتيجة إن سعادتك عندك الـ F هي عبارة عن 2 إكس فعشان كده الإكس اللي طلعت دي ما تكفيش لازم تضرب في 2 عشان تجيب لك الفلورين بكام وبناء عليها يبقى 4.3 تايم 10 باور نيجاتيف 4 هي دي الإجابة الصحيحة لما ضربنا الإكس في 2 وبعدين سؤال رقم 11 في سؤال رقم 11 بيقول لحضرتك which of the following is not correct not correct about neutralization and precipitation reaction بيقول لحضرتك both neutralization and precipitation reaction are reversible لا طبعا مستحيل يبقوا reversible ده لا دي reversible ولا دي كمان reversible فبالتالي الاثنين مش reversible فدي الحاجة الوحيدة اللي not correct about them. بعدين نيجي لسؤال رقم 12 <applause> بيقول لحضرتك in an experiment the concentration of silver ion بتساوي كذا calculate the value of solubility product constant of silver sulfate in this experiment طيب الراجل بيقول لحضرتك أنا عندي كومباوند اسمه السيلفر سلفيت. صح كده؟ وبيقول لحضرتك إن أنا مديك كونسنتريشن السيلفر بقد كذا. فطبعا تعالى نشوف كالكليت الـ value of solubility product of silver sulfate in this experiment in two decimals. ركز بقى معايا. آدي السيلفر سلفيت هو AG2SO4 بالمنظر ده. لو حضرتك فكيته هيدي لحضرتك AG positive زائد سلفيت negative 2. صح كده؟ وبناء عليه عشان تعمل بالانس تضرب دي في 2 تمام فعشان تحسب الكي اس بيقول لحضرتك ان الكي اس بي بتساوي طبعا كونسنتريشن البرودكت على كونسنتريشن الرياكتنت وبناء عليه البرودكت عند حضرتك ال ag جي الكل سكوير ملتبلاي السلفيت صح كده اوفر طبعا الراجل ده اكيد سوليد فمش هيتحسب طيب الراجل مديك كونسنتريشن السيلفر بكام؟ صح كده؟ واضح قوي بقى ان السيلفر هو 2 مول والراجل ده 1 مول فاكيد السيلفر ضعف الراجل ده يعني لو الراجل ده في منه 2 مول فده في منه ايه؟ 1 مول وبناء عليه لو هو مديني السيلفر بكام؟ يبقى الراجل ده نص السيلفر وبناء عليه انا هعوض هعوض بالسيلفر عادي 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 2 all power 2 multiply كمية الصلفيت بقى حط نفس كمية السيلفر بس مقسومة على 2 1.6 times 10 power negative 2 كل ده divided 2 احسب لي بقى ده كده على الكاكلتر لو سمحت هيبقى 1.6 times 10 power negative 2 الكل square multiply 1.6 times 10 power negative 2 divided 2 فيطلع لك الرقم النهائي 2.048 تايم 10 باور نيجاتيف 6 فبالتالي تطلع لحضرتك الإجابة الصحيحة هي الإجابة C الإجابة C هي الإجابة الصحيحة وطبعا فرضنا هذا الفرض أن الـ AG هي طبعا ضعف الصلفيت فبالتالي يعتبر أن الصالفيت نص الـ AG وبكده يبقى سعادتك حسبت الـ KSP بكام نيجي بعد كده للسؤال رقم 13 في السؤال رقم 13 بيقول لحضرتك What is the equation for solubility product of a generatic inorganic compound with the formula MA؟ بيقول لك أنا عايز أحسب السلوباليتي برودكت للكي اس بي لأي كومباوند اسمه MA فبالتالي في الكي اس بي إحنا كده كده لنكتبش الريأكتنت. فبالتالي لو أنت عندك MA أيا ما كان وضعه أهله إيه ده هيبقى أكيد solid فبالتالي حضرتك لو فكيته هيديك M positive زائد A نيجاتيف، فطبعا دول اللي هيتكتبوا في البرودكت والراجل ده مش هيتكتب في الرياكتنت فبالتالي هيبقى Product من غير Reactant، اللي هي الإجابة المنطقية الوحيدة هي الإجابة دي. بعد كده في السؤال 14 يقول لك What is the equation for solubility product of aluminum sulfate؟ وهذه هي الألمنيum sulfate، تعال نفكها. لو عندك al 2 so 4 O 3، لو حضرتك جيت تفكها، هيدي لحضرتك الومنيوم positive 3+ بلس سلفيت نيجاتيف 2 وطبعا دي مضروبه في 2 ودي مضروبه في 3 عشان البالانس وبناء عليه اكيد الراجل ده سوليد فلو جيت تحسب الكي اس هتبقى برودكت بس اللي هي الومنيوم بوزيتيف 3 اول باور 2 ملتبلاي سلفيت نيجاتيف 2 بس اول باور 3 انا السوليد مش هيتكتب فبالتالي هنختار الاجابه الوحيده الصحيحه هي تبقى الاجابه E بالنسبه لحضرتك هي دي الاجابه الوحيده المنطقيه الصحيحه سؤال 15 بيقول لك taking the solubility product of europium 3 hydroxide to be 9.38 times 10 power negative 27 what is the concentration of europium in saturated solution عادي جدا اليوروبيوم ده انت ما تعرفوش عارفه مش فارقه كده كده انت هتعمل الايكويشن هو قال لك ان هو اي يو وقال لك ان الفيلنس بتاعته ب 3 يعني اي يو او اتش 3 لما الراجل ده هيتفك اكيد الراجل ده سوليد فبالتالي يديك EU positive 3 زائد 3 OH negative صح كده؟ الراجل بيقول لك ان السوليوباليتي برودكت السوليوباليتي برودكت اللي هي الكي اس بي مديها لك برقم وبناء عليه سعادتك لو فكرت تحسب الكي اس بي هتساوي كونسنتريشن الاي يو بوزيتيف 3 ملتبلاي الاو اتش نيجاتيف الكل باور 3 صح؟ وطبعا الراجل عايز يعرف كونسنتريشن الايو بكام طب ما بسيط ما هي لو دي 1 مول يعني دي باكس ولو دي 3 مول يبقى 3 اكس وبناء عليه نجيب الاكسايه بكام وده معناه ان انت هتعوض بالاكسات يبقى هنا هنحط اكس ملتبلاي 3 اكس اول باور 3 وبعدين تطلع الكي اس بي وتطلع علاقه ما بين الكي اس بي والاكسات فطبعا هتبقى الكي اس بي بتساوي هنا اكس وبعدين ال3 دي تخش مره هنا ومره هنا يبقى عند حضرتك 27 x باور 3 فتطلع في النهاية هي 27 x باور 4 لما تعمل سمبليفاي للليلة دي كلها فطبعا هو مديك الكي اس بي وعايز يعرف الاكس طب ما بسيط انت عندك علاقة بتقول ان الكي اس بي بتساوي 27 x باور 4 صح؟ ودي بقى 27 الناحية التانية يبقى الاكس x power 4 بتساوي كي اس بي على 27 هات لي بس بكام؟ فيبقى فورس روت كي اس بي على 27 فساعتك هتعوض تعويض مباشر نجيب بس الاول الفورس روت الفورس روت للكي اس بي على 27 فطبعا هي الكي اس بي كانت ب 9.38 تايم 10 باور 27 نيجاتيف 27 اسف على ال 27 فلما تحسب الفورث روت هتطلع لحضرتك ان الاكس هي بتساوي 1.36 تايم 10 باور نيجاتيف 7 وطبعا حضرتك عارف ان الاي يو هو عباره عن اكس بس فبالتالي هي 1.36 تايم 10 باور نيجاتيف 7 اللي هي بالابروكسيميشن تطلع الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه نيجي بعد كده يعتبر برضو نفس الفكره بقى مع تغيير بقى الكومباوندز الراجل عمال يغير لك الكومباوندز في الاخر بتحصل نفس الفكره يقول لك ماجنيزيوم فوسفيت الـ MG3PO4O2 is only slightly soluble يعني بيدوب حاجات بسيطة قوي dissolving to form multiple magnesium and sulfate phosphate ions in laboratory, the solubility of magnesium phosphate is كذا بيقول لحضرتك أن السلوباليتي اللي هي الـ KSP بتاعة الماجنيزيوم سلفيت كذا لا اسف السولوبيلتي دي ديجري اوف solubility لان هي رقم بالمولر what is the solubility product عايز يعرف السولوبيلتي برودكت اللي هي الكي اس بي بتاعه هذا الكومباوند الاول بس نكتب الايكويشن ادي الام جي 3 بي او 4 اول 2 الراجل ده سوليد عايزين نفكه فهيديك ام جي بوزيتيف 2 زائد البي او 4 نيجاتيف 3 عشان البالانس هنضرب دي في 3 ونضرب دي في 2 طبعا هنفرض الاكسات لان هو الراجل مديك السوليبيليتي اللي هي الاكس فبالتالي اذا كان ده ب 3 اكس فده في النهايه هيبقى ب 2 اكس لان ده ب 3 مول وده بايه؟ ب 2 مول يبقى كده الكي اس بي هتساوي عند حضرتك الام جي اول باور 3 Multiply ال بي او 4 اول باور 2 وبعدين نعوض بالاكسات يبقى الكي اس بي هتساوي 3 اكس اول باور 3 Multiply 2x All power 2 طبعا المسألة زي كده حليتها مع حضراتكم في الحصص في كل السنوات نعمل بقى سمبليفاي للاكسات فساعتها الكي اس بي هتساوي مره 3 هتخش على الباور وتخش على الرقم فيبقى 3 باور 3 ب 27 وبعدين اكس باور 3 ملتبلاي ال 2 مره هتخش على 2 مره تخش على الاكس يبقى 4 اكس سكوير تضرب الارقام في بعض تطلع ب 108 والاكس باور 3 في الاكس باور 2 تطلع باكس باور 5 وبناء عليه الراجل بيقول لحضرتك ان السولوبيليتي بقد كذا اللي هي الاكس بقد كذا عايز يعرف الكي اس بي بكام وبناء عليه حضرتك تعوض تعويض مباشر يبقى عشان تحسب الكي اس بي هتعوض عندك دي 108 معاك الاكس ب 6.26 تايم 10 باور نيجاتيف 6 قول طبعا باور 5 هتحسب الحسبه دي حسبه مباشره جدا يبقى 108 ملتبلاي 6.26 تايم 10 باور نيجاتيف 6 اول باور اوف 5 فهتطلع النتيجه 1.038 تايم 10 power negative 24 اللي هي بالابروكسيميشن تطلع الاجابه اي هي الاجابه الصحيحه في سؤال رقم 16. بعد كده بيقول لحضرتك في سؤال 17 السوليوباليتي اوف كالسيوم كربونات ات روم تمبريتشر بتساوي قد كذا اللي هي الديجري اوف سولوبيليتي What is the solubility product of calcium carbonate at room temperature؟ فطبعا الموضوع واضح وصريح. ادي الكالسيوم كربونيت لو الراجل ده هيتفك اكيد ده صلب فادي الكالسيوم بوزيتيف 2 زائد الكاربونيت نيجاتيف 2 فطبعا لو دي باكس فدي برضه باكس فالموضوع يعني مش مستاهل يبقى الكي اس بي هتساوي ده الكونسنتريشن بتاعه باكس وده الكونسنتريشن بتاعه باكس يعني من الاخر باكس سكوير وهو الراجل مديك الاكس بكام عايز يعرف السولوبيليتي برودكت بكام اللي هي الكي اس بي فساعتك هتعوض تعويض مباشر يبقى الكي اس بي هتساوي 5.8 تايم 10 باور نيجاتيف 5 الكل سكوير يبقى سعادتك مشكورًا 5.8 تايم 10 باور نيجاتيف 5 الكل سكوير يطلع الرقم بحوالي 3.364 تايم 10 باور نيجاتيف 9 فبالتالي الإجابة الصحيحة الوحيدة هي الإجابة A هي الإجابة المنطقية. وبعدين نيجي لسؤال 18 بيقولك كالكليت ذا سوليبيليتي برودكت عايز ال KSP knowing that إن الكونسنتريشن concentration بتاعت الـ BA بتساوي قد كذا. طيب. الراجل مديك البي اي اس او 4 وبيقول لحضرتك انه لما تفك اكيد هيطلع لحضرتك بي اي بوزيتيف 2 زائد ان السلفيت اكيد نيجاتيف 2 احسب الكي اس بي فالراجل بيقول لحضرتك ادي البي اي اللي هي البرودكت multiply ادي السلفيت اللي هي برضه البرودكت طبعا دي باور 1 دي باور 1 الراجل مديك كونسنتريشن البي اي فقط لا غير وما ادكش الكونسنتريشن الثاني طب ما بديه قلنا الاثنين قد بعض ما هو ده 1 مول وده كمان 1 مول فهتلاقي ان الاثنين كميتهم اكيد قد بعض في مشكله؟ وبناء عليه راجل مديك واحده يبقى هتعوض بيها مكان الثانيه برضه يبقى هتعوض بالرقم مكان الاثنين اللي الاثنين قد بعض فيبقى البي ايه 1.04 تايم 10 باور نيجاتيف 5 والسلفيت برضه هتطلع 1.04 تايم 10 باور نيجاتيف 5 وبناء عليه تضرب الرقمين في بعض 1.04 تايم 10 باور نيجاتيف 5 يطلع الإجابة 1.08 تايم 10 باور نيجاتيف 10 وتطلع الإجابة الصحيحة هي الإجابة سي. في النهاية. سؤال 19 الراجل بيقول لحضرتك كالكليت ذا سولوبيليتي برودكت عايز يعرف الكي اس بي بكام؟ بالراحة كده. وبعدين بيقول لحضرتك إن الكونسنتريشن بتاعت الـ CA بتساوي كذا معانا ومش معانا الحاجة التانية. طيب يعني إحنا لو معانا سي. CAF2 -E وطبعا الراجل ده سوليد مليون في المية. حضرتك لو فكلته كده هيبقى ال CA positive 2 plus 2 F negative فواضح قوي ان الكالسيوم لو هي 1 مول فالراجل ده ب 2 مول يعني واضح ان الراجل ده ضعف الكالسيوم فسعادتك لو انت بتحسب الكي اس KSP فهتقول ان ال CA positive 2 multiply ال F negative all power 2 صح كده بس واضح قوي ان ال CA ايه هتبقى ال F ضعفها يعني انا لو جيت عند السي اي وعوضت بالرقم بتاعها اللي هي 2.15 تايم 10 باور نيجاتيف 4 فلازم وانا بعوض في الاف اضربها في 2 يبقى 2 تايم 2.15 تايم 10 باور نيجاتيف 4 لان هي ضعفها طبعا الكل سكوير في القانون فساعتها سعادتك لما تحسب الحسبه العبيطه دي هتطلع لك في النهايه ان يعني الاجابه الصح هي الاجابه بي اللي هي 3.98 تايم 10 باور نيجاتيف 11 وبعدين سؤال رقم 20 يقول لحضرتك كالكليت ذا ديجري of solubility يعني عايز يعرف الاكس ان جرام بير انا حددت لكم المساله دي بالظبط في الحصه وفي كل الحصص حليناها مع بعض سواء في الاونلاين او في السنتر لو تفتكروا هي المساله اللي موجوده في كتاب الشرح ولو عايز الراجل تطلع بالجرام بير لتر ساعتها لو تفتكر عملنا الاتي كان عند حضرتك الكالسيوم فلورايد ولما فكناها الراجل ده سوليد فطلع لك الكالسيوم بوزيتيف 2 ملتبلاي بلاي الاف نيجاتيف وطبعا ضربناها في 2 وفي الاخر احنا فرضنا ده ب X وفرضنا ده ب 2 x الراجل بيقول لحضرتك هو عايز يعرف الـ degree of solubility اللي هي الاكس بس عايزها بالجرام بير liters صح كده وبعدين بيقول لحضرتك نوينج ذات ان solubility product اللي هي الكي اس بي بتساوي قد كذا طيب يبقى ساعتها الكي اس بي لو تفتكروا كانت بتطلع من هنا اكس اللي هو السي اي ملتي لو عوضنا مكان الفلورين ب 2x all power 2 فكان طلعت لنا ساعتها ان الكي اس بي بتساوي 4x power 3 ساعتها احنا عايزين الاكس بس فعن طريق تحويله تطلع لك ان الاكس بس بتساوي كيوبيك روت كي اس بي على 4 مسألة دي حلناها مع بعض فساعتها لما عوضنا طلعت لحضرتك ان الاكس بتساوي 2.1 تايم 10 باور نيجاتيف 4 مول بير لتر قلت لك بقى مش عايزها بالمول بير لتر هو عايزها بالجرام بير لتر طب هنعمل ايه؟ عشان نحول من مول لجرام هنضرب في المولر ماس فعشان كده لو احنا عايزين الاكس دي بالجرام بر لتر هنضرب في المولر ماس هو الراجل كتر خيره مديك الكالسيوم وزنه بكام ومديك الفلورين كمان وزنه بكام فعشان كده لو انت عايز الماس اللي هو جرام بر لتر يعني هناخد النمبر اوف مولز multiply المولر ماس طيب اعتبر ان ده النمبر اوف مولز 2.1 تايم 10 باور نيجاتيف 4 multiply المولر ماس المولر ماس بكام اللي هي الكالسيوم ب 40 ملتبلاي الاف اللي هي الفلورين في 2 اللي هي 2 في 19 وبناء عليه يطلع ان الرقم كان حوالي 0.0166 حاجه زي كده اللي هي بالابروكسيميشن يعني يطلع 0.017 اللي هي الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه اللي هي 1.7 تايم 10 باور نيجاتيف 2 جرام per لتر اللي هي الاجابه دي فدي تبقى الاجابه الصحيحه وطبعا الرقم اللي هيطلع شباب مش هيطلع مول per لتر بقى هيطلع جرام بير لتر لان احنا حولنا المول لايه؟ لجرام حولنا المول بير لتر لجرام بير لتر لما ضربنا في المولر ماس بعد كده سؤال 21 الراجل بيقول لحضرتك The following table represents the solubility of different salts in water at a certain temperature. Which salt has the highest solubility in water? مين فيهم أكتر واحد بيدوب في المية؟ تعال نشوف الراجل ده بيدوب 15 جرام منه في 55 جرام من الميه يبقى نحسب ايه الريت بتاع الدوبان 15 على 55 يبقى الراجل ده بيدوب منه حوالي 0.272 اللي جنبه بيدوب 25 منه في 75 جرام من الميه فيعني ده معناه انه بيدوب منه 0.33 اللي جنبه بيدوب 30 جرام في 150 جرام من الميه يبقى بيدوب 0.2 والتاني اخر واحد ده بيدوب 50 في 175 جرام من المايه يعني بيدوب منه حوالي 0.28 انا كل ده بجيب الكميه اللي بتدوب في المايه وبناء عليه بيقول لك عايز الهايست سوليبيليتي اكتر واحد بيدوب يبقى اكتر واحد بيطلع كميه جوه المايه اعتقد هو السوليوشن اكس ده اكتر واحد فيهم بيطلع كميه ذوبان في المايه فبالتالي نختار الاجابه دي لان ده اكتر واحد بيطلع كميه ذوبان في المايه بعد كده في سؤال 22 بيقول لحياتك ان ساتوريتد سوليوشن اوف كالسيوم فوسفيت حلينا واحد شبه ده قبل كده الكونسنتريشن اوف كالسيوم قد كذا والكونسنتريشن اوف فوسفيت قد كذا كالكولي ذا سوليبيليتي برودكت اوف كالسيوم فوسفيت طيب ده الراجل غلبان ومديك كل حاجه تعوض بيها ادي الكالسيوم فوسفيت بالمنظر ده حضرتك لو فكيته هيطلع لحياتك كالسيوم بوزيتيف 2 بلس الفوسفيت نيجاتيف 3 وطبعا دي مضروبه في 3 عشان البالانس ودي مضروبه في 2 عشان البالانس لو حضرتك فكرت تحسب الكي اس بي هتساوي كونسنتريشن الكالسيوم اول باور 3 ملتبلاي كونسنتريشن الفوسفيت اول باور 2 وطبعا في الحاله دي هو مديك الرقم ده بكام والرقم ده بكام حضرتك هتعوض تعويض مباشر جدا يبقى الراجل مديك الكالسيوم 2.0 تايم 10 باور نيجاتيف 8 طبعا الكل باور 3 ملتبلاي الراجل مديك الفوسفيت اللي هي times 1.0 تايم 10 باور نيجاتيف 3 طبعا الكل سكوير فلما ساعتها هتضرب الرقمين في بعض فساعتها هيطلع لك ان الاجابه هي 0.8 تايم 10 باور نيجاتيف 29 اللي هي الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه. بعدين بيقول لحضرتك في سؤال 23 بيقول لحضرتك في سؤال 23 one of the following graphs represent the concentration of silver iron in a saturated solution of silver bromide. with time at constant temperature determining the graph and the explain your answer. طبعا لو حضراتكم عارفين هو انت عشان تكون اصلا البرسبتيت في الميه فانت بتحطه في ساتوريتد سوليوشن يعني سوليوشن اصلا يكاد يكون مكتفي بكميه البرسبتيت واللي بيدوب منه كميه ثابته جدا فلازم تختار ان الكميه اللي طالعه كميه ثابته هي لا بتزيد ولا بتقل لأن الراجل اصلا سلايتلي يعتبر سبرينجلي سوليبل فالجراف الوحيد اللي الكميه فيه ثابته لا بتزيد ولا بتقل مع الوقت هو الجراف دي وطبعا ده الاجابه الصحيحه بالنسبه لك طيب اشمعنى بقى الجراف دي هو الجراف الصحيح تعال نشوف الريزن مع بعض بيقول لحضرتك جراف دي اللي هي الاجابه الصح طبعا هي هتبقى يا بي يا هتبقى دي تعال نشوف بي بيقول لك جراف دي بيقول because in saturated solution ال AG in a static equilibrium with the undissolved salt so the AG remain constant with time يعني مقبوله شويه تعال نشوف دي بيقول لك بيكوز ان ساتيوريتد سوليوشن الاي جي ان a دايناميك ايكوليبريم with the undissolved سولت سو الاي جي ريمين constant with تايم طبعا مليون في الميه هو بيحصل دايناميك ايكوليبريم مش ستاتيك ايكوليبريم هو الايكوليبريم مش ثابت هو الايكوليبريم متحرك بيروح ويرجع ولكن طبعا بسبب اللي بيروح قد اللي بيرجع فكميه الاي جي تعتبر ثابته مع الوقت فمستحيل انها تتغير فالاجابه دي هي الاجابه الصحيحه بسبب كلمه دايناميك ايكوليبريم انما دي غلط بسبب كلمه ستاتيك ايكوليبريم وبعدين بيقول له حضرتك في سؤال 24 بيقول لك the following table represents the solubility product of some springly soluble salts in water كلمه springly يا جماعه معناها ما بيدوبش شحيح الذوبان لا يدوب يعتبر يعني فك منه حاجه بسيطه قوي فبيقول له حضرتك write the correct ascending عايزين نرتبهم ascending يعني من الصغير للكبير على حسب ذوبانهم فطبعا اللي بيدوب اكتر هو بيديك كمية ذوبان أكتر فالرقم بتاعه بيبقى أكبر، فهو بيقول لك أنا عايز من أقل واحد بيدوب لأكتر لأ واحد بيدوب، أنا عايزهم أسندنج. فطبعًا أصغر رقم في دول هو الآخر واحد اللي هو 8.5 تايم 10 باور نيجاتيف 45، اللي أقل منه شوية هو باور نيجاتيف 13، اللي أقل منه شويتين هو باور نيجاتيف 10، أقل واحد هو باور نيجاتيف 8، فبالتالي لو من أصغر واحد لأكبر واحد فأعتقد إن هيبقى أصغر واحد عندك هو السي يو إس. واللي بعديه على طول هيبقى الاي جي بي ار واللي بعديه على طول هيبقى الاي جي اما اقل واحد هيبقى البي اي 4 فبالتالي الاجابه الوحيده المنطقيه هي الاجابه a طبقا للارقام من منهم الاصغر للاكبر بعدين بيقولوا لحضرتك في سؤال 25 الامونيوم سلفيت دي سولف ان ووتر البي اتش 4 ذا سوليوشن A عن البي اتش طيب اولا بس هو الراجل ده لما هيدوب في الميه هيتفك الحتتين بوزيتيف ونيجاتيف هنحط له هنا او اتش OH وهنحط له هنا اتش فيدي لحضرتك سترونج اسيد ويديك ويك بيز فطالما الراجل اداك سترونج اسيد يبقى اكيد البي اتش بتاعته اقل من سبعه فطالما البي اتش قليله يبقى اكيد البي او اتش عاليه لان البي اتش زائد البي اتش بتساوي 14 فاكيد طالما البي اتش قليله اقل من سبعه يبقى اكيد البي اتش البي او اتش هتبقى اعلى بكتير وبناء عليه يبقى نختار ان البي اتش هتبقى اكيد اقل من البي او اتش يبقى سمولر ذان ال او اتش يبقى الاجابه رقم 25 انها تبقى سمولر ذان ال او اتش اللي هي الاجابه بي نظرا ان ال ال-PH اتش تبقى اقل من 7 فاكيد ال بي اتش اكيد هتبقى كبير 26 بيقول لحضرتك which in the following salts can show this pH value in this graph مين يديك pH ثابتة لا بتزيد ولا بتقل ما طبعا ال pH الثابتة دي هتبقى عند حضرتك مع الحاجات النيوترال فقط لا غير فبالتالي الوحيد اللي هيديك نيوترال هو الاجابه سي لان الراجل ده لما يتفكك يديك سترونج بيز وسترونج اسيد فبالتالي السوليوشن هيبقى نيوترال فالبي اتش بتاعته ثابته مع الوقت لا بتزيد ولا بتقل. سؤال 27 يقول لك which of the following doesn't apply on ammonium acetate طبعا الامونيوم acetate بس للناس اللي مش عارفاه هو عباره عن CH3 إن NH4 وعلى فكره الراجل ده نيوترال تماما لا هو اسيدك ولا هو بيزك ويك بيز ويك اسيد فبالتالي نيوترال تماما drag it from a weak base. اه هو جاي من weak base فعلا. Doesn't have an effect on latmus. اه ملوش تأثير على latmus neutral. drag it from a weak base. اه طبعا جاي من weak base. ده يعتبر weak salt. اهي بقى قصة weak salt دي ما تنفعش. ليه؟ لأن ال weak salts أصلا بيكونوا perceptates. والراجل ده عمره ما كان بيرسبتيت فالراجل ده عادي سترونج سولت بيدوب عادي جدا فبالتالي يقدر يدينا اسيدك وبيزك ميديومز فبالتالي يعتبر ويك salt هي الحاجه الوحيده اللي ما على الامونيوم اسيتيت ففي سؤال 27 الاجابه الصح هي دي طيب بيقول له حضرتك في 28 by increasing KCL KCL salt in liter of water to two times so البي pH بيحصل لها ايه؟ معلش كده ركز معايا هو انت لو عندك ال KCL والراجل ده حضرتك فكيته في المية فهيدي لحضرتك K زي زائد CL negative صح؟ فطبعا لو حضرتك هنزلته في المية فادي ال OH وادي ال -H. فطبعا هتدي لحضرتك كي او اتش ده عباره عن سترونج بيز وهيديك اتش سي ال ده عباره عن سترونج اسيد صح كده فطالما سترونج بيز وسترونج اسيد ففي في النهايه تاثيره نيوترال فمع ما حضرتك تزود منه بقى او تقلل منه مش فارقه حاجه هو كده كده في النهايه تاثيره نيوترال فبالتالي البي اتش بتاعته هتفضل زي ما هي مش هتتغير فسؤال 28 البي اتش دازنت change مش هتتغير سؤال 29 If the solubility degree y هو الراجل سمى دلوقتي solubility ديجري سماها ايه؟ سماها y فقال لحضرتك احنا عايزين نعرف الكي اس بي لهذا الكومباوند هتبقى عامله ازاي؟ عادي جدا هتفك الكومباوند ده خدناه في الحصه مع بعض bi 2 s 3 الراجل ده لما هيتفك هيديك بي اي 3 بلس اس نيجاتيف 2 الراجل ده مضروب في 2 والراجل ده مضروب في 3 لو فرضت ده ب 2 y هتفرض ده ب 3 y الفرق ان هو حط y بدل x ولا اي حاجه ففي النهايه الكي اس بي هتساوي 2y باور 2 multiply 3y باور 3 ساعدتك قسم بقى الباورز عادي جدا هيطلع هنا 4y سكوير multiply 27y باور 3 يبقى في النهاية هيطلع 108y باور 5 فبالتالي 108y باور 5 الوحيدة اللي صح هي الإجابة ب ففي سؤال 29 الاجابه بيه بس معلش باور 5 كنت تطلع فوق دي غلطه بس مطبعيه يعني المفروض تتكتب فوق باور 5 كده دي غلطه مطبعيه بس بعدين بيقول لحضرتك في سؤال 30 the anion concentration equal double the degree of ionization في انهي واحده في دول؟ بيقول لحضرتك مين في دول يبقى كميه الاناين يعني كميه الحاجات النيجاتيف ضعف الديجري اوف ايونايزيشن يعني يطلع ضعف اكس يعني يطلع منه 2 اكس فطبعا هتفك كل واحد فيهم هتلاقي ان الاجابه الوحيده الصح هي الاجابه A إيه؟ ليه ايه لان انت لو جيت فكيت الزنك 2 كلورايد الراجل ده لما هيتفك يطلع لك زنك بوزيتيف 2 زائد 2 سي ال نيجاتيف فطبعا ده لو هيتفك يتفك ب 2 اكس وده لو هيتفك يتفك, يتفك ب اكس يبقى الدبل ديجري اوف ايونايزيشن فعلا هيتفك ب 2 اكس نتيجه ان هو يتفك منه 2 مول مش 1 مول يبقى 9 هنا ب 2 اكس مش ب اكس واحده سؤال واحد 31 بيقول لحضرتك الكي اس بي من البي اس او 4 بتساوي هذا الرقم ومن البي اس بتساوي هذا الرقم واضح قوي ان البي اس 4 الرقم بتاعه اعلى من البي بي اس نظرا لان الراجل ده 10 باور نيجاتيف 10 وده 10 باور نيجاتيف 13 فالرقم ده صغير والرقم ده كبير يعني واضح الراجل ده بيتفك اكتر من الراجل ده فالاختيار بيقول لحضرتك ذا سولفد اماونت اوف بي اس 4 از لارجر ذان البي بي اس طبعا مليون في المية مليون في المية البي بي اس او البي اس 4 هيبقى اكبر من البي بي اس في كميه الاذابه نتيجه ان الكي اس بي هنا اكبر من هنا سؤال 32 السؤال سؤال 32 بيقول لحضرتك one of the following applies to the following reaction is بيقول لحضرتك لو انا حطيت ال اتش على ال H2SO4 طبعا ده بيز وده اسيد هيطلع حياتك ده وده طيب بيقول لحضرتك الرياكشن دي اكتيفيت ان وان دايركشن طبعا هتمشي ان وان دايركشن هي مش ترجع تاني لانها مستحيل ترجع تاني لان النيوتراليزيشن رياكشن هي تتطور من الـ Irreversible رياكشنز طيب سؤال 33 بيقول لحضرتك one of the following expression اكسبريس hydrolysis of سولت مين في دول يكسبريس الهيدروليس اوف سولت؟ طيب هو واضح قوي ان عندك سي اتش 3 مفروض هنا في C يا جماعه معلش هنا في C سي اتش 3 سي او او كي اتحط في ميه فواضح قوي ان اول واحده بيقول لحضرتك ان ال اتش 3 سي او او كي زائد ميه اداك ال سي اتش 3 سي او اتش واداك كي بوزيتيف و اتش نيجاتيف صح؟ اما الاجابه ب هي الراجل اداك ال CH3COOK زائد ميه ايكوال CH3COOH وكي من وOH من غير ايونز يعني لا كي بوزيتيف ولا OH نيجاتيف فطبعا الاجابه الصحيحه هي الاجابه ايه؟ نتيجه ان الراجل ده هيطلع لك ويك اسيد والراجل ده سترونج بيز فهيفضل الايونز دي مفكوكه بالمنظر اللي مكتوبه دي. نيجي بعد كده للسؤال 34 بيقولوا لحضرتك ذا correct order of increase in hydroxide concentration for the following solution. بيقول حياتك الزياده اللي بتحصل في كميه الـ اتش -OH في السوليوشنز الاتيه ال هتبقى انهي ترتيب هو الترتيب الصحيح وطبعا تعالى نشوف مع بعض الترتيب الصحيح فاول واحده الـ اي سي ال -E 3 هنا عند حضرتك مديك تحط هنا او -OH وهنا اتش فطبعا هنا السترونج اسيد هيفضل موجود انما الويك بيز هيبتدي يقل فبالتالي الـ اتش -OH هنا هتبتدي تقل طيب هنا اهو هيفضل ده سترونج وده سترونج هيفضلوا الاتنين موجودين اما هنا طبعا الويك اسد هيبتدي يقل والسترونج بيز يبتدي يزيد فبالتالي لو ده الاوتش -OH بيقل وبعدين هنا الاوتش ثابته -OH وبعدين هنا الاوتش -OH بيزيد فاعتقد تبقى دي احسن واحده ان ايه عند حضرتك الاوتش -OH هنا قلت وهنا الـ OH ثابتة وهنا الـ OH هتبتدي تزيد لأن ده سترونج فبالتالي يبقى كمية الـ OH ترتيبها كده مظبوط يبقى ده أعلى من ده وأعلى من ده بالمنظر ده فيبقى كده سؤال 34 الإجابة فيه A إيه؟ نيجي بعد كده لسؤال 35 يقول لك البوتاسيوم نايتريت سوليوشن كونتين البوتاسيوم نايتريت ده يا جماعة اللي هو عبارة عن KNO3 الKNO3 ده لو حضرتك فكرت تفكه ادي بوزيتيف وادي نيجاتيف عندك OH نيجاتيف وH بوزيتيف ده سترونج بيز ده سترونج اسيد يعني هيفضل الايونز كلها موجوده يعني المفروض ان يفضل عند حضرتك مولكيولز اوف بوتاسيوم هيدروكسيد اند نيتريك اسيد مستحيل طب يفضل عند حضرتك بوتاسيوم هيدروكسيد مولكيول نيتريت ايون مستحيل بوتاسيوم ايون اند نيتريك اسيد مستحيل بوتاسيوم ايون اند نيتريت ايون اه دي لا تضل موجوده لان الحاجات كلها سترونج فالأيونز كلها تفضل موجوده مفيش اي مولكيولز تتكوّن سؤال بعد كده 36 بيقول لحضرتك the lowest concentration of positive proton appear in positive proton دي يا جماعه اللي هي الاتش H positive عشان بس ايه المصطلحات الغريبه اللي بتظهر لك دي لازم تبقى عارفها. بيقول اقل concentration لل H positive بتظهر فين؟ يعني ده معناه ان الـ concentration of H positive هتقل فين؟ طيب عند حضرتك في الصوديوم كلوريد ده هيديك strong base و strong acid يعني كميه ال H كبيره وما فيهاش اي مشكله بالنسبه لحضرتك. الامونيوم اسيتات ده ويك وده ويك يعني الراجل ده هيبتدي يتلم والاتنين هيتلموا فاضح الاتنين برضو هيقلوا زي بعض. البوتاسيوم كربونيت اه اهو البوتاسيوم كربونيت ده هو كي 2 سي او 3 صح كده؟ وبالتالي لو جيت تقسمه هيبقى هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف صح؟ فيبتدي هنا أو إتش -OH هنا اهو مع الكي وهنا يدينا ال اتش بوزيتيف مع السي CO3 فطبعا ال اتش 2 سي او 3 يبتدي ال عشان ده ويك اسيد ويبتدي ساعتها ال OH تزيد عشان الراجل ده سترونج بيز وعشان كده هتلاقي ان هنا اقل كميه من الاو -OH نظرا لان الاتش هتزيد الاو -OH هتزيد جدا جدا والاتش هتقل جدا جدا لان الراجل ده يديك ويك اسيد والراجل ده يعتبر سترونج بيز فيبقى اقل كميه من ال H بوزيتيف اللي هي البوزيتيف بروتون موجوده عند الويك اسيد قدام السترونج بيز فبالتالي الاجابه الصح تبقى الاجابه سي. بعد كده في سؤال 37 يقول لك the largest value of POH appear in معلشة شباب هو أعلى pOH يعني معناها lowest OH أو smallest pH فطبعا smallest pH معناها acid يعني طيب مين في دول acidك potassium sulfate ده هيديك strong base و strong acid ammonium acetate strong base و strong acid potassium carbonate اهو ده strong base و weak acid ايرن 3 كلورايد اهو ده بقى هيديك سترونج اسيد بس يديك ويك بيز فبالتالي ده الوحيد اللي هيبقى اسيدك اللي هي الاجابه دي في 37 بعدين في سؤال 38 يقول لك one of the following its solution contain molecules في في الحاجات الاتيه solution عندها molecules يعني في compounds هترجع مره ثانيه يعني لازم يديك حاجه ويك من الاخر فعندك ال HNO3 ال HNO2 اسف بالتالي ال HNO2 ده معروف بالنسبه لحضراتكم ان ده من الويك يعتبر من الويك اسيدز وطالما من الويك اسيدز عادي هيديك مولكيولز عادي جدا انما بقى الراجل ده يعتبر سترونج والراجل ده سترونج والراجل ده عنده سترونج وسترونج فبالتالي الوحيد اللي هيبقى فيه مولكيول هو الاتش ان او 2 اما الكي سي ال لو اتفك هيديك ايونز وايونز الاتش ان او 3 ده الراجل ده سترونج هيتفك كومبليتلي ويديك ايونز الكي 2 اس او 4 هيديك سترونج وسترونج برضو ايونز فبالتالي الوحيد اللي يدي مولكيول هو اول اجابه سؤال 39 بيقول لحضرتك the concentration of H and OH are not affected يعني مش هتقل ولا تزيد تفضل زي ما هي طبعا هتفضل زي ما هي في حالات ال strong تفضل موجودة وما يحصلهاش أي حاجة فطبعا لازم يديك الحاجتين strong فبالتالي أدي الصوديوم كربونيت لا ده بيدي strong وده ويك في واحدة فيهم هتقل وده الاتنين هيدوك ويك يعني الاتنين هيقلوا إنما الكينو 3 آه. الاتنين بقى هنا strong فبالتالي هيبقى هو, هو دي الإجابة الصحيحة اللي فيها ال H وال -OH is not affected لأن الاتنين هيطلعوا حاجات strong 40 بيقول لك consumption of H of OH occur when the hydrolysis of يعني الاتش H هيقلوا مع مين؟ طبعا هو هيقلوا لو الاثنين ويك فطبعا اللي هيديك اثنين ويك هي الاجابه بي ده اللي هيديك salt الاثنين في ويك ويك اسيد وفي نفس الوقت يديك ويك بيز. بعدين بيقول لحضرتك السؤال 41 four compounds have KC according to this table الراجل مديك الكي KC one has more solubility in water مديك الكهات بتاعتهم كلها. فبيقول لحضرتك which of the following عنده اعلى solubility؟ فطبعا اعلى solubility اللي عنده اقل رقم لان هو يعتبر اكتر واحد بيدوب فاللي عنده اقل رقم هي الاجابه دي نظرا ان دي هو اللي عنده اقل رقم في السوليبيليتي فاقل رقم في النيجاتيف يعتبر اعلى كميه من السوليبيليتي فبالتالي 41 الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه لان الراجل ده يعتبر اكتر واحد بيدوب 42 بيقول لك the concentration of anion equals the concentration of cation at aqueous solution. البوستيف بيبقى قد النيجاتيف في مين بقى بدول دول؟ فطبعا لازم يكون الاثنين strong او الاثنين weak عشان يفضلوا الاثنين قد بعض. فطبعا تعالى نشوف مع بعض مين اللي هيبقى البوستيف فيه قد النيجاتيف فيه. فطبعا واضح قوي ان ده لو اتفك هيديك 2 k و 3 اكيد ده مش قد ده. هنا لما ده يتفك اه يدي لحضرتك سي اتش 3 سي او او زائد ان اتش 4 اه ده 1 مول وده 1 مول يبقى تمام انما طبعا ده برضه هيتفك يديك 2 مول 1 مول وده هيتفك يديك 2 مول 1 مول فالاجابه الوحيده الصح هي الاجابه بي لان هيديك 1 مول من هنا و1 مول من هنا فبالتالي الاثنين يعتبروا قد بعض بعد كده في سؤال 43 بيقول لحضرتك ال concentration of cation اللي هي الحاجة البوزيتيف positive equal half the concentration of anion طبعا الكاتين ده دي يا جماعة اللي هي الشيء البوزيتيف أما الأناين ده الشيء ال بيقول لك إن ال concentration بتاع يساوي نص الأناين يعني ده معناه إن الأناين ضعف طيب تعال نشوف بقى هنعملها إزاي بيقول لحضرتك إن أنت سي مثلا لو عندك أي حاجة A B مثلا يعني فلو اتفكوا وهيديك طبعا A positive زائد إيه زائد بي نيجاتيف فالمفروض ان كونسنتريشن الكاتاين اللي هي الحاجه البوزيتيف ايكوال نص الكونسنتريشن بتاعة الاناين يعني المفروض بقى ان الاناين يطلع منه 2 وده يبقى منه 1 مول فده منه 2 مول فيبقى كده يبقى الجزء بتاع الكاتاين يساوي نص الجزء بتاع الاناين تمام يعني عايزين حاجه تطلع واحده بوزيتيف ويطلع 2 نيجاتيف وطبعا الاجابه الوحيده الصحيحه هي الاجابه ايه هتبقى الاجابه المنطقيه لان الراجل ده لو فكر يتفك هيدي لحضرتك ام جي بوزيتيف 2 زائد 2 سي ال نيجاتيف يعني ده معناه ان 2 سي ال قدامهم واحده ام جي فعشان كده يبقى الكاتاين هيبقى زي عند حضرتك نص الاناين او الاناين يعني ضعف الكاتاين هي هي مش فارقه أه نيجي بعد كده ل 44 بيقول حضرتك وان اوف ذا فولوينج سوليوشن هاز ذا لوور ذا بي اتش عنده اقل بي اتش اقل بي اتش يعني اسيدك فتعال نشوف مين في دول اسيدك صوديوم كربونيت طبعا ده هيديك صوديوم هيدروكسيد سترونج بيز وكربونيك اسيد ويك اسيد لا ده بيزك وبعدين ده نيوترال واخر واحد نيوترال فالوحيد اللي عنده pH قليله هو هيبقى ده لان ده هيدي اسيدك لو هو الاتش سي ال مع الايرن 3 هيدروكسيد. نيجي بعد كده للسؤال 45 بيقول لك او pOH of sodium acetate تعال نشوف هو مبدئيا بس الصوديوم acetate ده يا جماعه اللي هو عامل كده CH3 COONA تمام الراجل ده لو اتقسم positive ونيجاتيف OH وH فهيدي لحضرتك سترونج بيز ويدي لحضرتك ويك اسيد فهو لو هيطلع سترونج بيز ويطلع ويك اسيد يعني ده معناه ان السوليوشن في النهايه بيزك وطالما بيزك فهتلاقي ان البي اتش بتاعته اكيد اعلى من 7 عشان هو بيزك فبيقول لك طب البي او اتش بتاعته ما هي كده تبقى اقل من 7 فبالتالي هتبقى less than 7 مليون في المية. إذا كانت الـ pH بتاعته أعلى من 7 فأكيد الـ pH بتاعته أقل من 7 فبالتالي هنختار الإجابة C هي الإجابة الصحيحة سؤال 46 بيقول لحضرتك KSP for springly Y soluble أيام مكان اسم الصولت يعني in water ايه اللي بيحصل when we increase its ions؟ طبعا يا جماعه ال KSP هي اصلا رقم constant فبالتالي كده كده ال KSP بتفضل constant لان هي كده كده رقم constant لا هتزيد ولا هتقل يعني. بعد كده سؤال 47 سؤال 47 بيقول لحضرتك Which of the following reaction doesn't occur fast؟ مين من الحاجات القديمة ما بتحصلش بسرعة؟ فطبعاً نرجع بقى كده للحاجات القديمة في أول يمكن درس في chapter 3 الريأكشنز اللي كانت بطيئة هي كانت الراستنج مثلاً وريأكشن الأورجانيك والريأكشنز بتاعت الكوفالان كومباوند فأعتقد إن الراستنج of iron هي كانت أبطأ تفاعلات اللي بتحصل. بعد كده بيقول لحضرتك في سؤال 48: rate of which reaction increase with temperature. انهي رياكشن بتبقى اسرع لما اسخنها هل هي الاكزوثيرميك ولا هل هي الاندوثيرميك ولا هل هو الاثنين بصراحه من وجهه نظري سيرمك والاندو والاندوثيرميك بيتاثروا الاثنين بالحراره بس عشان الرياكشن بتبقى اسرع لازم الاندوثيرميك رياكشن هي اللي تتاثر بالحراره ليه لان انا معلش لو عندي رياكشن اسمها A و B صح وبتحصل رايحه راجعه وادي A B لو انا عايز الرياكشن تحصل بسرعه لازم ادخل الهيت مع الرياكتنت عشان لما ازود الهيت ساعتها الرياكشن تبقى اسرع في هذا الاتجاه واحد يقول لي طب يا مستر ما هو لو الاكزو برضه سخناها ما بتبقى اسرع اه بس بتبقى اسرع في انهي اتجاه معلش كده يعني لو انت لو عندك مثلا سي اكس بلس واي طلعوا لحضرتك اكس واي صح كده والهيت هنا فانت لو زودت الهيت ايه اللي بيحصل لو زودت الهيت الرياكشن كده بتبقى اسرع وكده دي معناها ان الرياكشن خدت حراره ودخلت، فمن وجهه نظرك لو انت باصص لها من اتجاه الباكويد ده معناه ان هي برضه اندوسيرميك لان في الحاله دي دول اللي بيتفعلوا والرياكشن بتمشي كده، فيعتبروا في الحاله دي دول الرياكتنت ودول هم البرودكت نتيجه انك لما زودت الحراره هتمشي في هذا الاتجاه. فهو يقصد بكلمه اندوسيرميك يعني انت لازم تدخل لها حراره عشان تبقى اسرع، مش لازم تاخد منها حراره عشان تبقى اسرع. فبالتالي الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه. 49 بيقول لحضرتك the minimum energy required for reacting molecule to undergo reaction is طبعا اقل كمية من الطاقة اسمها ال activation energy هي دي اللي بتخلي ال تبقى اه شغالة عشان ال تخبط في بعض او ال تقدر صدر انها تخبط في بعض سؤال 50 بيقول لك a catalyst increases rate of reaction by هو الكاتاليست بيعمل ايه؟ الكاتاليست كل اللي بيعمله بيقلل الاكتيفيشن energy فبالتالي يبقى الكاتاليست بيقلل الاكتيفيشن انرجي اللي هي الاجابه سي يبقى سؤال 50 اجابته سي نيجي بعد كده واحد 51 في سؤال 51 بيقول لحضرتك فور ذا رياكشن كذا 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 ذا partial pressure of carbon dioxide is كذا والكربون مونوكسيد اس كذا و بيقول لحضرتك ريسبكتيفلي احسب لي الكي بي طيب ما كده كده الكي بي هتتحسب عادي جدا عن طريق البريشر بتاع البرودكت على الـ Pressure بتاع الـ Reactant، وبالمنظر ده Pressure الـ Product يبقى عندك الـ Pressure الكربون مونوكسيد اول سكوير Square على Pressure الكربون ديوكسيد بس، فالـ Pressure بتاع الكربون مونوكسيد هو الراجل مديهولك بـ 4 سكوير على الكربون ديوكسيد اللي هو مديهولك بـ 2، يبقى كده 16 على 2 اللي هو يطلع بـ 80 وبكده يبقى سعادتك تختار الإجابة سي هي الإجابة الصحيحة. انا قلت لحضراتكم ان في اخر هذا الأسايمنت هيكون في اسئله ميكس بقى على تشابتر كله مش مجرد لسن فور بس عشان الناس تفتكر كده التشابتر مع بعض قبل امتحان الشهر ان شاء الله. بعد كده سؤال 52 في سؤال 52 بيقول لحضرتك فاليو اوف KP in the reaction والراجل مديك الرياكشن ومديك رياكشن بيقول حياتك هي الكي بي هيبقى الفاليو بتاعتها بكام؟ طبعا الكي بي احنا ما بنحسبش دايما الحاجات السوليد فالراجل ده سوليد مش هيتحسب والراجل ده كمان سوليد مش هيتحسب يبقى الراجل ده الوحيد هو هيتحسب وهيبقى سكوير فطبعا الاجابه الصح الوحيده هي الاجابه الاولى بعد كده نيجي لسؤال 53 بيقول لك اف اف فور ذا رياكشن ومديك الرياكشن ومديك الدلتا اتش بالنيجاتيف يعني ده معناه ان الرياكشن دي اكزوثيرميك يعني الرياكشن دي مطلعه حراره في بيقول لحضرتك وات هابن اف ذا temperature از انكريزد هو احنا لو زودنا الحراره ايه اللي يحصل التفاعل ده طبعا الرياكشن بتمشي في اتجاه الباكورد مليون في الميه فعشان كده الرياكشن شفتد باكورد فسؤال 53 الاجابه في بي يجي بعد كده سؤال 54 يقول لك which of the following reaction will be favored هيفضل ان هو يمشي forward at low pressure يعني لما اقلل البريشر يمشي forward طبعا لما اقلل البريشر يمشي forward يعني لازم يكون النمبر اوف مولز بتاع البرودكت اعلى من الرياكتنت عشان لما اقلل البريشر من عند الرقم الكبير يمشي في اتجاه الفورورد فطبعا الاجابه الوحيده الصح هي تبقى بالنسبه لك الاجابه سي ليه بقى الاجابه سي هي الاجابه الصحيحه نظرا لان من هنا هتلاقي عند حضرتك 2 مول ومن هنا 1 مول فانا دايما بلعب من ناحيه الرقم الكبير فانا لو جيت وقللت هنا البريشر على الرقم الكبير هتلاقي الرياكشن اتزحلقت في اتجاه الفورورد فعلا لانك لو هتقلل هنا الرياكشن هتمشي فورورد بالمنظر ده فعشان كده تبقى دي الاجابه الصحيحه سؤال 55 يقول لك ذا اكوليبرم ويتش ريمين افكتد باي بريشر تشينج اللي غير فيه والرياكشن ما تتأثرش مين؟ فطبعا اللي عشان الريأكشن ما تتأثرش بالبريشر لازم يكون عدد المولز في الناحيتين متساوي فبالتالي الوحيده الريأكشن اللي فيها عدد المولز في الناحيتين متساوي هي الريأكشن A هي دي الوحيده اللي الاثنين فيهم متساويين تماما. نيجي بعد كده 56 يقول لك إن which of the following system will the equilibrium be shifted to the right if the volume is increased احنا اتفقنا مع بعض ان كلمة ان الفوليوم يزيد معناها ان البريشر يقل يعني مين اللي لما نقلل له البريشر يخلي الرياكشن تمشي تو ذا رايت تمشي ناحية اليمين تعال نشوف والله اول واحدة ما تنفعش لان النمبر اوف مولز هنا قد هنا تاني واحدة بقى هنا 4 مول وهنا 2 مول فانا لو جيت قللت البريشر فبالتالي هترجع باكويد لانها تمشي ناحية الرقم الكبير اما بالنسبه للرياكشن سي هي اعتقد دي هتبقى انسب اجابه نظرا لان هنا 2 مول وهنا 1 مول فبالتالي لو جيت قللت الرقم الكبير هتلاقي الرياكشن مشيت فورورد فبالتالي مشيت اتجاه الرايت دي الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده للسؤال 57 بيقول لحضرتك at constant pressure في pressure ثابت upon addition of chlorine gas هنحط كميه من الكلورين جاز. point in the reaction خلاص the degree of dissociation هيحصل له ايه؟ معلش يا شباب وانا لما احط كلورين جاز ساعتها الرياكشن تمشي ازاي؟ تمشي باكويد طيب فبيقول لك الديجري اوف ديسوشيشن يعني درجه تفكك هذا الرجل هل الرجل ده يا جماعه هيتفك؟ لا ده هيرجع يتكون لان انا ماشي باكويد لان هو بيتفك وانا ماشي فورورد يتفك الداول ده انما لو انا زودت الكلورين فهيرجع باكويد فالديجري اوف dissociation بتاعت الرجل ده هتقل مليون في الميه فالديجري اوف dissociation بتاعت البي سي ال 5 هتقل اكيد فبالتالي نختار في 57 الإجابة إيه إن الـ degree of dissociation هتقل مليون في المية وكلمة degree of dissociation معناها درجة التفكك أو درجة تحلل هذا الكومباوند طيب نيجي بعد كده لـ 58 بيقول لحضرتك the addition of argon at the equilibrium آه الرياكشن دي بقى أو الفكرة دي فكرة بصراحة ممتعة جدا فعايزك تركز فيها معايا لو سمحت بيقول لحضرتك إيه The addition of argon at equilibrium على الرياكشن دي ايه بقى قصه احط ارجون دي؟ بص خلي بالك تحط ارجون ده نوبل جاز والنوبل جاز كده كده ما بيتفاعلش طيب انا عندي رياكشن حطيت فيها جاز زياده او دخلت على الرياكشن جاز زياده ساعتها الجاز ده هيضغط على التفاعل لانه هيخش يملى الفوليوم فبالتالي كانه بيقول لو حطيت ارجون زياده او حطيت نوبل جاز زياده كانه بيقول لك انكريز البريشر هي هي بالظبط نظرا لانه النوبل جاز اللي هيتحط هو مش هيتفاعل هو هيضغط على التفاعل بس لانه هيملى الفوليوم اللي جوه فهيضغط على التفاعل فكانه بيقولك لك انكريز البريشر وانا لما ازود البريشر هنا ايه اللي يحصل طبعا هنا 4 مول وهنا 2 مول فلما انت تزود البريشر الرياكشن تمشي في اتجاه الفورورد اكيد فبالتالي لما تمشي في اتجاه الفورورد انكريز الفورميشن اوف امونيا اللي هي الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه في 58 لانها هتمشي في اتجاه الفورورد نفس الفكره بالظبط بقى في السؤال اللي تحته بيقول لك كونسيدر ذا تو رياكشنز بالرغم من ديك رياكشن ذا اديشن اوف ان انرت جاز ات كونستانت فوليوم اهي نفس الكلام انا حطيت انرت جاز يعني ايه حطيت انرت جاز يعني حطيت نوبل جاز يعني زودت البريشر اهو انكريز بريشر هي هي بالظبط فبالتالي بيقولوا حضرتك لو انا زودت البريشر على التو رياكشنز ده طبعا هنا 2 مول وهنا 1 مول فلو زودت البريشر هتمشي باكورد وهنا نفس الكلام تومولو برضو برضه هتمشي باكورد لو زودت البريشر فبالتالي لو زودت البريشر هتمشي باكورد في الحالتين فبالتالي ده معناه اول واحد will increase the dissociation of BCL5 لا طبعا ده الديسوشيشن ده بيمشي فورورد طيب will reduce the dissociation of BCL5 and N2 of 4 طبعا هتقلل الديسوشيشن نتيجه ان الرياكشن دي ترجع باكورد فبالتالي مش هيبقوا بيتفكوا فعشان كده الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه في سؤال 59 بعد كده في سؤال 60 بيقول حياتك What وات از ذا افكت اوف ريدكشن اوف فوليوم ما احنا قلنا بقى ريدكشن الفوليوم معناها increase pressure of the سيستم بس خلي بالك انت لما هتزود البريشر على السيستم ده انت بتاثر على الحاجات الجازز بس يعني ده معناه ان السوليد ده ملناش علاقه بيه احنا هناثر على الجازز فقط لا غير فبالتالي انا لما بزود البريشر هنا 2 مول اهي وهنا 1 مول فبالتالي هزود الرقم الكبير فبالتالي الرياكشن دي هترجع في اتجاه الباكورد لانك لما هتزود البريشر هتلاقي الرياكشن رجعت في اتجاه الباكورد من العالي للواطي طبقا لكلام له شاتلر فعشان كده هتلاقي الرياكشن مشيت باكورد فالاجابه الصحيحه بالنسبه لك لسؤال سؤال 60 هي الاجابه A إيه؟ هيقول له حالتك ان الرياكشن شفت تو ذا ليفت by increasing the pressure cause reduction in the volume لانها بتقلل ساعتها الفوليوم. طيب بعد كده بيقول له حالتك the largest pH is طبعا اعلى بي اتش هي بتبقى للبيزز مش للاسيدز مليون في الميه فعشان كده مستحيل الاجابه قدام حضرتك تبقى لا سي ولا دي هي الاجابه يا ايه يا بي هتحسب البي اتش للكونسنتريشن دي وتحسب البي اتش للكونسنتريشن دي فلما تحسب الـ concentration دي والكونسنتريشن دي هتطلع لك ان اعلى بي اتش فيهم هي الاجابه بالنسبه لك في 71 هي الاجابه ايه لان الراجل ده كميه بيز اكتر بكتير مليون في الميه سؤال 62 بيقول لحضرتك ان ذا فولوينج ايكوليبريم الراجل مديك رياكشن ات ايكوليبريم واضح بقى ان هي اكزوثيرميك رياكشن مخرجه هيت هي والدنيا زي الفل الرياكشن uh, دي بيقول لحضرتك انهي اختيار من دول هينطبق عليها طيب تعالى نشوف اول اختيار بيقول لحضرتك زي ايكوليبريم will shave to the right due to the increasing concentration of nitrogen لما قلل النيتروجين تمشي للرايت لا طبعا equilibrium will shave to the right due to the increasing temperature لما لما زود التمبريتشر هتمشي to the right لا طبعا The equilibrium will shift to the left due to increase in volume. معلش رجالة هي مش increase in volume دي غلطة مطبعية معلش هي increase in pressure. بيقول لك لما تزود ال pressure reaction تمشي to the left هي دي هتبقى الإجابة الصحيحة على فكرة. نظرا لأن أنت فعلا لما هتزود ال volume هنا 1.5 وهنا 2 فبالتالي انا يعني لما ازود البريشر يعني هزود الرقم الكبير ده، فلو زودت الرقم الكبير ساعتها الرياكشن هتمشي تو ذا ليفت فعلا، انا هزود ده فتمشي تو ذا ليفت فعلا، فدي تبقى الاجابه الصحيحه. طيب، بعد كده في سؤال 63 بيقول لحضرتك: consider the following reaction سي الكربون دي عباره عن اس solid diamond، والكربون الثانية عبارة عن solid بس جرافين. وبتتأثر بالحرارة. بيقول لك حياتك choose the correct option ايه اللي هيحصل وتعتبر الإجابة الصحيحة بيقول لك ان increase in temperature will shift the equilibrium to the right لا طبعا لو زودت the temperature هتمشي to the right لا طبعا هتمشي to the left فبالتالي increase in temperature will shift the reaction to the left اه طبعا هي دي الإجابة الصحيحة مليون في المية. بعدين سؤال 64 بيقول لك consider the reaction والراجل مديك الرياكشن reaction زائد H2 يعني الرياكشن دي مطلعة هيت يعني دي exothermic رياكشن يقول which of the following is incorrect مين من الحاجات الآتية تعتبر غلط عن هذه الرياكشن فبيقول طيب له حضرتك في 64 the addition of CO أزود ال CO أو الريموفل removal بتاع ال CO2 أو أقلل ال CO2 وأشيل ال CO2 at constant volume will shift the reaction to the right أه طبعا صح ما أنت لو زودت ده أو قللت ده تمشي لل right the addition of O2 أو decrease في الفوليوم هتمشي reaction to the right هو أنت لو حطيت O2 أو قللت الفوليوم يعني زودت البريشر ما أنت برضه البريشر هيزيد من هنا فبرضه تمشي تو ذا رايت؟ اه. الـ اوف of CO أو increase in temperature will not affect the reaction أهي دي طبعًا اللي not correct مستحيل يعني. إزاي؟ ما هي الريأكشن فيها exothermic فيها حرارة فبالتالي لو زودت الحرارة أكيد الريأكشن هتتأثر مليون في المية. 65 يقولك dissociation of فوسجين which occur according to the reaction خلاص دي reaction أهي يقول لحضرتك بيحصل dissociation لحاجة اسمها الفوسجين اللي هو food ده يعني. is an endothermic reaction يعني الريأكشن دي بالصلاة على النبي كده إن شاء الله معاها هي تاني. طيب بيقول لحضرتك بقى which of the following will increase the degree of dissociation of cocl 2 مين في دول يزود درجة تفكك الـ CO2؟ هزود درجة التفكك يعني هخلي الريأكشن تمشي فورورد أكتر فبالتالي الكومباوند ده يتفك لدول أكتر. آدينج الـ CL2 لا طبعا ده يمشيها باكورد. آدينج هيليوم هيليوم ده النوبل جاز يعني أزود البريشر هنا 2 مول وهنا 1 مول أزود البريشر لا مش هتنفع. decreasing the temperature ما انت لو قللت temperature ترجع backward reducing the total pressure يعني هقلل البريشر pressure اه طبعا ما لو هنا 2 مول وهنا 1 مول ساعتك لو قللت البريشر pressure ساعتها ال degree of dissociation هتزيد لان reaction تمشي forward فدي تبقى الاجابة الصحيحة انك reducing the total pressure انك تقلل البريشر pressure على الرياكشن reaction 65 الاجابة دي هي الاجابة الصحيحة 66 بيقول لحضرتك by adding diluted hydrochloric acid to a sample of pure water عندك مية حطيت فيها HCl مخفف the hydroxyl ion is كمية الهيدروكسيل ion هيحصل لها ايه فطبعا كمية الهيدروكسيل ion انت لما تحط HCl بص انت عندك مية هي عبارة عن H ماسكة في OH صح حضرتك جبت لنا هتحط لنا HCl بالمنظر ده فطبعا كمية ال هتزود كمية ال H التانية وتلامي طالما كميه الاتش هتزيد فبالتالي هتلاقي الرياكشن رجعت Backward وطول ما هي راجعه هتلاقي كميه الاو OH دي عماله تقل نظرا لان الميه اهي اتش او -OH. اتش فلما اتفكت بالمنظر ده انت حطيت اتش سي ال يعني زودت كميه الاتش فبالتالي الرياكشن تمشي في اتجاهها الباكوورد فطول ما هي ماشيه باكوورد الاو دي عماله تزيد فعشان كده كميه الاو OH لازم هتزيد هتقل مع الوقت يبقى الاو OH هتقل انما الاتش هتزيد لان الاتنين انفرسلي مع بعض. وده في سؤال 66 سؤال 67 بيقول لك which of the following contains an abundance وجود المولكيولز في الاكويا سوليوشن بتاعه مين في دول عنده مولكيولز طبعا الحاجات الويك بس هي اللي عندها مولكيولز فطبعا الوحيد الويك فيهم كلهم هي الاجابه ايه اما الباقيين كلهم حاجات strong سؤال 68 يقول لك one of the following is correct by adding hydrochloric acid drops to balanced pure water with ions مين في دول يحصل لما احط ايه اتش سي على الميه طيب دلوقتي نفس القصه قلناها قبل كده ادي الميه هتتفك الاتش بوزيتيف واتش نيجاتيف صح كده وطبعا لما سعادتك تحط الاتش سي ال ادي الاتش بوزيتيف زائد سي ال فطبعا الاتش هتزود الاتشات فلما الاتش بوزيتيف هتزيد الرياكشن تمشي باكويت فطبعا كميه الاو اتش لازم ايه لازم هتقل طب تعالي نشوف بقى ايه اللي هيحصل يقول لك في 68 الكي دبليو هتزيد طبعا يا جماعه الكي دبليو كده كده ما بتتغيرش مش فارقه معاها في حاجات كي دبليو ده رقم كونستنت ذا هيدروجين اين كونسنتريشن انكريز ما طبعا الهيدروجين اين هتزيد لان انت هتحط اتش سي يعني تزود كميه الاتش طيب 69 يقولك لك one of the following is not is correct by adding drops of potassium hydroxide اه المره دي بقى حط لك كي او اتش حط لك بيز تو بيور ووتر ما اكيد يعني كميه الاو اتش OH هتزيد وبالتالي كميه الاتش هتقل فالإجابة الصحيحة بالنسبة لك هي الإجابة سي، إن كمية الهيدروجين هتقل، ويزدرو يعني هتقل. سبعين، بيقول لك by بي adding KOH to water، أحط KOH of to water, the hydrogen and hydroxide concentration. ما لسه قايلينها من دية، يعني آدي لو آدي المية وتفكت طلعت H positive وطلعت OH negative، حضرتك لو حطيت الـ KOH، فطبعًا آدي الـ K positive زائد الـ OH النيجاتيف. فطبعا كميه الـ OH اكيد هتزيد انما كميه الـ H اكيد هتقل نتيجه الـ هترجع باكويت فعشان كده كميه الـ OH هتزيد وكميه الـ H هتقل يبقى الهيدروجين هتقل والـ OH هتزيد يبقى هتقل وتزيد هي الإجابة B هي الإجابة الصحيحة في السؤال 70. سؤال 71 بيقول لحضرتك: comparing two equal volumes of hydrochloric acid and sulfuric acid at the same concentration we find that ركز بقى السؤال ده حلو قوي. آدي عندك الـ HCL وادي عندك h 2 so 4 طبعا الـ HCl لما بيتفك بيطلع H بوزيتيف Cl نيجاتيف انما h 2 so 4 هيطلع 2H بوزيتيف SO4 نيجاتيف 2 فطبعا كميه الـ H هنا زي ما انت شايف 1 مول انما كميه OH هنا بالذات ايه هتبقى 2 مول يعني ضعف اللي فوق فبيقول لك طيب لما جينا نحسب بقى ولقينا ايه اللي صح هل pH بتاع السلفوريك اسيد از جريتر سان اكتر من ال تاني اكتر من البي pH بتاع الـ HCl. والله بص انت الـ H هنا اعلى من هنا. وخلي بالك الـ H عكس الـ اتش علاقة الـ pH اتش الـ, الـ H علاقة انفرسلي. نتيجة ان الـ اتش بتساوي نيجاتيف لوج كونسنتريشن الـ H. فكل ما الـ H تزيد كل ما الـ اتش هتقل نتيجة النيجاتيف اللي موجودة. فطبعا طالما هنا الـ H بتاعت الـ H2SO4 اكتر من الـ H بتاعت الـ HCl فبديهي ان ال pH هنا هتبقى اقل من هنا فيبقى ال pH بتاعت السلفوريك أسد اعلى لا ال pH بتاعت الهيدروكلوريك اسيد اعلى اه طبعا مليون في الميه ليه؟ لان اكيد كميه ال هنا اقل من هنا فطبعا ال pH هتبقى اعلى من هنا فال pH طبعا ال-2 ايكوال لا الـ Level ليفل از ايكوال تو اسيد اكيد لا طبعا طيب 72 بيقول لك the ratio between the product of concentration of ions to the concentration of non-ionized molecule يعني لو أنت عندك molecules وفيهم حبة تأينزو صغيرين بالمنظر ده وحبة لسه متأينزوش فالريشيو ما بين البرودكت بتاع الconcentration على الconcentration بتاع النون non-ionized molecule يعني من الآخر ال-K اللي بتساوي البرودكت على concentration حبة ال -reactant اللي لسه متأينزوش اسمها ايه؟ طبعا اسمها ال-ionization constant اللي هي ال-KA فدي الريشي اللي ما بين الحبة اللي اتأينظوا والحبة اللي ما اتأينظوش. بعد كده سؤال ال 73 بيقول لحضرتك the concentration of hydrogen ion equal root kW in water يعني ايه root kW؟ هي ال kW اصلا بكام؟ ال kW ب 10 power negative 14 صح؟ لو حطينا بقى الرقم ده تحت الروت فهيطلع 10 power negative 7 يعني من الاخر concentration of hydrogen ion تعتبر neutral 10 power negative 7 نيوترال فين؟ فطبعا في السولت النيوترال فهتشوف مين فيهم اللي يعتبر نيوترال سولت وهتختاره فسؤال 73 الوحيد السولت النيوترال هو بي نتيجه الديك سترونج بيز وسترونج اس بعدين هنا بيقول لحضرتك the ذا هيدروجين concentration كونسنتريشن از جريتر ذان روت كي دبليو ما احنا قلنا بقى روت كي دبليو اللي هي 10 باور نيجاتيف 7 بيقول لك الكونسنتريشن بتاع الهيدروجين اعلى من 10 باور نيجاتيف 7 ما هو concentration of لما بيزيد فبالتالي ال pH بتقل فال pH لما بتقل يعني acidic فنختار السوليوشن اللي في دول يعتبر اسيدك فسؤال 74 الاسيدك الوحيد هو اول اجابه نتيجه ان الهيدروجين اين لما تبقى كتير يعني كميه الاتش كتير يعني الراجل ده اسيد السؤال اللي بعديه بيقول لك ذا <applause> concentration اوف هيدروجين اين از ليس كميه الاتش قليله يعني اكيد ده بيز فكمية الاتش قليلة ده بيز نشوف مين في دول اللي بيزك هتلاقي الإجابة سي لأن ده هيديك سترونج بيز وهيديك ويك أسيد. بعدين 76 باسنج أمونيا جاز إن paper moistened with lime water آه الليتمس آسف تيرن color لإيه؟ الأمونيا جاز هيحول الكالر لإيه؟ بتاع الليتمس. تعالى كده نفتكر مع بعض الأمونيا جاز ده كان عبارة عن إيه؟ الأمونيا جاز ده عبارة عن NH3 يقول لك عديناه على بيبر مويستند يعني بيبر مبلوله يعني فيها ميه فالاثنين دول لما يتلموا على بعض يدوك NH4OH وطبعا ال NH4OH ده هو بيز فلازم يحول الاتمس لبلو مليون في المئه. 77 which of the following is a greater value مين في دول عباره عن greater value او value كبيره؟ ال PKW اللي هي ال PH او ال POH بتاعت ال PKW اللي هي النيجاتيف لوج ال KW يعني فطبعا نيجاتيف لوج الكي دبليو الكي دبليو دي كانت 10 باور نيجاتيف 14 فطبعا لو انت هتقول هنا نيجاتيف لوج 10 باور نيجاتيف 14 اللي هتطلع ب 14 يعني فاما بالنسبه للكي دبليو لا ده رقم عبيط قوي 10 باور نيجاتيف 14 اكيد رقم صغير الاتش بتاع الاسيد برضه كونسنتريشن الاتش رقم صغيره والاو اتش برضه كونسنتريشن ارقام صغيره فطبعا اعتقد يعني انه ال 14 هي تبقى اكبر اجابه فبالتالي الاجابه الصح في 77 هي الاجابه ايه هي الاجابه الصحيحه لان ده اعتقد هيبقى اكبر رقم فعلا في كي دبليو اللي هو 14 ده. بعدين 78 بيقول لك by adding drops of methyl orange to sodium cyanide buffer color of the solution طبعا من غير ما اعرف يعني الصوديوم cyanide هو ال N A C N فطبعا لو قسمته positive negative او اتش او اتش فاكيد هيديك سترونج بيز وده ويك اسيد فبالتالي اكيد السوليوشن هيبقى بيزك فلو حطيت ميثايل اورنج فاعتقد ان الميثايل اورنج كان في البيز لونه يلو فعشان كده الاجابه الصح هتبقى الاجابه في 78 هي الاجابه يلو بعدين بيقول لحضرتك في 79 بيقول لحضرتك باي ميكسينج ال اتش سي على الامونيا زي ال NH3 او ال NH4 واتش سوليوشن have the same volume و same concentration فبيقول له البي ال POH value هتبقى بكام فطبعا الراجل ده سترونج acid الراجل ده weak بيز مليون في المية فبالتالي في النهاية السوليوشن هيبقى acidic وطالما اسيدك هيبقى ال pH أقل من سبعة وطالما ال pH أقل من سبعة فأكيد ال POH هتطلع رقم أكبر من سبعة أكيد فبالتالي الإجابة تبقى الإجابة إيه إن ال POH هتبقى more than 7 دي الإجابة الصحيحة فبالتالي السؤال رقم تسعة وسبعين الإجابة فيها تبقى إيه. بعدين نيجي سؤال تمانين One of the following applies to the weak electrolyte مين من الحاجات الآتية تتطبق على ال weak electrolyte Solution conduct electric current very strongly لا طبعا Ionization of water لوش علاقة Contain low ions and abundance of molecules طبعا عنده ions قليلة وعنده كمية من المولكيلز موجودة طبعا مليون في المية صح 81 بيقولوا حضرتك all of the following at ionic equilibrium except كل الحاجات دي يحصل عندها ionic equilibrium معاه ده السترونج اسيدز طبعا هم الهيدروكلوريك اسيد اي حاجه سترونج يحصلهاش ionic equilibrium فالهيدروكلوريك اسيد اما الباقيين كلهم يعتبروا weak. سؤال 82 الهاي كونسنتريشن ان سوليوشن اوف اسيتيك اسيد هاي كونسنتريشن ان سوليوشن اوف اسيتيك اسيد لو انت دوبت الاسيتيك اسيد ده في الميه مين اللي هيبقى عنده كونسنتريشن عاليه في الميه؟ وطبعا الاسيتك اسيد هو سي اتش 3 سي او او اتش صح كده؟ فلما الراجل ده هيتفك في الميه حط عليه ميه وفكه في الميه وطبعا هيدي لحضرتك سي اتش 3 سي او او نيجاتيف زائد الاتش 3 او البوزيتيف صح كده؟ فبالتالي بيقولوا حضرتك مين اللي عنده اعلى كونسنتريشن في هذه الليله؟ هل هو الهيدرونيوم ايون؟ لا ما هو الهيدرونيوم هيبقى قد الأسيتات طب هل هو الهيدروكسايل ايون؟ لا برضه مش الهيدروكسيل اي مفيش هيدروكسيل اصلا الاسيد مالكيال، اه طبعا كميه الماليكيولز هي اللي هتبقى موجوده لان الراجل ده بيتفك منه كميه قليله فكميه الماليكيول الزاده الموجوده بتبقى كميه كبيره 83 يو كان ديستينجويش بتوين دايليوتد اسيتيك اسيد وجليشيال اسيتيك اسيد باي لا معلش يعني حته جليشيال اسيتيك اسيد دي سيبوها شويه لسه ما خدناهاش هنسمع عنها قدام شويه في شابتر 5 فدي خليها شويه سؤال ادفانسد شويه فخليه ده شويه سؤال 84 بيقولوا لحضرتك which of the following is correct by dilution dilution حضرتك هتحط ميه يعني هتزود كميه الميه فطبعا احنا لما تزود كميه الميه الرياكشن هتمشي فورورد في هذا الاتجاه فهتزود كميه الـ H3O صح كده؟ يعني ده معناه ان كميه الـ H3O هتزيد مع الوقت طيب ما انت عارف بقى ان الـ pH بتساوي نيجاتيف لوج الـ H3O عارف بقى ده معناه ايه؟ كلما كميه الاتش 3 او هتزيد لازم الـ pH هتقل فبالتالي هنختار الاجابه اللي فيها الكي طبعا كده كده الكي ثابته ما بتتاثرش انما الـ pH اكيد هتقل ودي تبقى الاجابه الصحيحه وعلى فكره برضو الاجابه اللي تحتيها برضو تعتبر اجابه صحيحه ولكن دي كانت غلطه مطبعيه وصحيت له حطيت لك اثنين مع بعض صح برضو الكي سي والـ او اتش هتزيد اكيد لان البي اتش لما بتقل الـ أو اتش هتزيد فدي برضو تعتبر صح بس طبعا سي هي اصح اجابه في هذا السؤال بعد كده في سؤال 85 بيقول لك pOH of acidic substance A وال pOH of basic substance is A. فطبعا بيقولك لك pOH بتاعت ال acidic substance علاقتها ايه بال pOH بتاعت ال basic substance؟ هي عكس ال pH ما هو انت ال pH بتاعت ال-Acid بتبقى اقل من البيز صح؟ فبالتالي ال بي او اتش بتاعت ال او اتش بتاعت الاسيدك هتبقى اعلى من البيزك فهتبقى جريتر ذان ف 85 تبقى الاجابه بي اللي هي جريتر ذان اللي هي عكس البي اتش تماما 86 ذا ويك الكترولايت از انديكيتد باي الويك الكترولايت بيتعرف الابيليتي تو ريبليس الاسيدز ولا البويلنج بوينت ولا الابيليتي تو دونداكت الكريستي ولا اتس Color and odor لا طبعا هي الability ability to conduct electricity هي قدرته على توصيل الكهرباء هي دي اللي بتعرفنا اذا كان weak ولا اذا كان strong. فبالتالي الاجابه 86 تبقى الاجابه سي. بعدين سؤال 87 بيقول لك الconcentration بتاع ال H in 0.1 NAOH زي concentration ايه علاقتها بconcentration 0.1 من الامونيا اللي هي ال NH4OH. فطبعا الراجل ده يعتبر يا جماعه سترونج بيز والراجل ده ويك بيز فاكيد كميه الاو اتش -OH هنا مليون في الميه اعلى من هنا فعشان كده نقدر نختار في 87 ان هي تعتبر هنا اعلى من هنا بس طبعا هنا بيقولوا لحضرتك ان هو عايز يسال على كميه الاتش فخلي بالك هنا الاو اتش -OH عاليه جدا وهنا الاو اتش -OH قليله جدا هو مش عايز كميه الاو اتش -OH هو عايز كميه عايز كميه الاتش فطبعا الاتش عكسها يعني هنا الاتش هتبقى قليلة وهنا الاتش هي اللي هتبقى عالية لان هو بيسألك على كمية الاتش انما اللي مديك مديك كمية الـOH فطبعا الاتش عكس الـOH فاذا كانت ده الراجل ده سترونج بيز فكمية الـOH فيها تبقى كتيرة والراجل ده ويك بيز فكمية الـOH فيها تبقى قليلة فطبعا هو بيسألك على كمية الاتش بقى ساعتها فطبعا كميه الاتش في السترونج بيز هتبقى قليله جدا عن الويك بيز فبالتالي نختار سمولر ذان اللي هي الاجابه سي هي الاجابه الصحيحه بعدين سؤال 88 بيقول لحضرتك which of the following is the largest degree in electrical conductivity مين في دول يعتبر اعلى electrical conductivity بيقول لحضرتك A H2CO3 هذا كونسنت طبعا ده ويك اسيد مستحيل يبقى ده اعلى حاجه 0.1 HCl مقبوله طيب H2SO4 0.1 طبعا اخر واحد ده برضه ويك فطبعا الاجابه منحصره ما بين B وما بين C فطبعا ال H2SO4 اكيد هيبقى اكتر نتيجه ان الايونز من ال H2SO4 بتتفك اكتر اصل انت عندك ال HCl لو خدت بالك ال HCl هيطلع ايه يعني؟ هيطلع H بوزيتيف و CL نيجاتيف وشكرا انما ال H2SO4 بقى هيطلع ايه؟ هيطلع 2 H بوزيتيف زائد SO4 نيجاتيف فبالتالي اكيد الراجل ده يطلع ايونز اكتر من ده فاكيد الكوندكتيفيتي تحت تبقى اعلى من اللي فوق فبالتالي نختار الاجابه سي هي الاجابه الصحيحه نيجي بعد كده لسؤال 89 بيقول لك ذا كونسنتريشن اوف هيدرونيوم اين ان سوليوشن البي او اتش بتاعته بتساوي كذا طيب ما احنا لعبنا اللعبه دي كتير قبل كده هي لو البي او اتش بتساوي 3 يبقى البي اتش بتساوي 14 ناقص 3 يعني تساوي ب 11 صح كده يبقى البي اتش بتساوي نيجاتيف لوج الهيدرونيوم مظبوط البي pH ب 11 ونيجاتيف لوج الهيدرونيوم فعايزين بقى نحسب الهيدرونيوم دلوقتي بكام فبنعمل شيفت نيجاتيف لوج او شيفت لوج نيجاتيف الرقم فيطلع لحضرتك 10 باور نيجاتيف 11 اللي هي الاجابه هذه الاجابه يبقى بنعمل شيفت لوج اا لنيجاتيف ال 11 اللي عندنا فيطلع هذا الرقم على طول سؤال 90 بيقول لحضرتك هو البي او اتش بتاعت ميكسر اوف اسيتيك اسيد ويز ايثانول طبعا اسيد زائد نيوترال فاكيد السوليوشن اسيدك فمليون في المية طالما اسيدك يبقى البي اتش اقل من 7 فطالما البي اتش اقل من 7 يبقى البي او اتش مور ذان 7 فهي لس ذان البي اتش بتاعت البيور ووتر لا مور ذان معلش هنا في 7 ناقصة مور ذان 7 اكيد دي هي الاجابة الصحيحة فمعلش ايه اكتبوا بس 7 اللي ناقص دي يا شباب بعد اذنكم بعد كده سؤال رقم 91 بيقول له حضرتك, the following describe four different weak solution of the same concentration which one of them have highest degree of dissociation مين فيهم عنده أعلى درجة تفكك خلاص مع العلم الراجل مديك ال pH هنا وال pOH هنا يعني بيقول لك لما كانت ال pH بتاعت الراجل ده بكذا كانت ال pOH بكذا ولما كانت ال pH بكذا كانت ال pOH بكذا طب ولما كانت ال pH بكذا طيب كانت ال pOH بكذا ولما كانت البي بكذا كانت البي اتش عنده بكذا وهكذا يعني فبيقولوا حياتك مين اكتر واحد فيهم عنده اعلى درجه تفكك يعني مين اكتر واحد فيهم بيتفك اكتر فبالتالي هتلاقي ان ايه هو اعلى واحد ليه لان هو اعلى واحد اداك بي مع اقل بي مع اقل بي فبالتالي يعتبر اكتر واحد اداك كميه من البي هو الراجل ده ان هو اكتر واحد بيتفك لان بص ده كميه اقل وده كميه اقل وده كميه اقل فبالتالي الكميه عماله تقل مع البي اتش فبالتالي اعلى واحد هو اعلى واحد طلع منه بي اتش او اعلى واحد في الفاليو بتاعه البي اتش بعد كده سؤال 92 يقول لك which of the following express the relation between the temperature x and number of activated molecules طبعا هو temperature كل ما بتزيد كان عدد الاكتيفيتد مولكيول بيزيد يبقى يعني العلاقه بينهم علاقه دايركتلي فهنختار الريليشن اللي فيها علاقه دايركتلي اللي هي العلاقه دي دي الوحيده اللي لما بتزيد الثانيه بتزيد فبالتالي الاجابه ايه هي الاجابه الوحيده المنطقيه في سؤال 92 سؤال 93 بيقول لحضرتك ان the following equilibrium reaction ومديك رياكشن اهي بيقول لحضرتك if we want to increase the concentration of chlorine عايزين نزود كميه الكلورين What is the change we, we should do for the following to achieve that؟ عايزين نزود كميه الكلورين يعني عايزين نخليها ترجع باكورد. ايه بقى اللي ترجع باكورد؟ نزود concentration ال N O C L؟ اه ما انا لو زودت ال N O C L هترجع باكورد فعلا وتزود ساعتها الكلورين. اما بقيه الاختيارات كلها تبقى اختيارات خاطئه فبالتالي نختار الاجابه ايه هي الاجابه الصحيحه في 93. سؤال 94 بيقول حياتك one of the following is correct by adding a catalyst to the reaction. The catalyst changes chemically خالص. The reaction time increase وارد. Mm -hmm. The chemical properties of the reaction change ملهاش علاقة. The reaction rate increase أعتقد دي تبقى أفضل إجابة إن سرعة الريأكشن أكيد هتزيد. سؤال 95 بيقول لك: by leaving a mixture of H2 and Cl2 in room temperature. no change takes place while by exposing the mixture to an electric spark يعني كهربتهم the reaction takes place faster which of the following is correct طبعا الالكتريك سبارك دي يا شباب او الكهرباء اللي بتحصل هي بتزود الحراره لان الكهرباء دايما بتجيب حراره فكانك اعتبر سخنت التفاعل some molecule reach to the activation state in room temperature اعتقد ممكن تبقى يعني reach the activation بس مش اصح اجابه أه بيقولوا حاجه زي electric spark decrease the value of kc مش علاقه لك the electric spark increase the kinetic energy of the molecule اه طبعا هي دي انسب بقى اجابه ان هو زود الحركه بتاعه الم فبالتالي خلاهم active ويقدروا ان هم يخبطوا في بعض. 96 بيقول لحضرتك the following reaction takes a place in a closed vessel contain a soft drink. آه هذه الرياكشن reaction حصلت in a closed vessel في ازازه مقفوله او اناء مقفول. وديك reaction. One of the following causes losing the taste of the soft drink. فطبعا التيست بتاع السوفت درينك راح لما ايه اللي حصل تعال نشوف مع بعض فبيقول لحضرتك uh, putting the closed vessel in a fridge for a second ما اعتقدش انك تحطها لفريج يحصل اي حاجه leaving the vessel open for a long time اه طبعا لما بزيد مثلا ازازه بيبسي ولا حاجه مفتوحه فساعتها الطعم بتاعها بيروح تماما نتيجه طبعا ان الكربون دايكسايد ده بيطير وده اللي هو الصودا اللي بتكون موجوده او بيساعد في الصودا اللي بتكون موجوده فبالتالي هذه الحاجه اللي تخلي الرياكشن او تخلي الطعم بتاع السوفت درينك يروح تماما بعدين سؤال 97 بيقول لحضرتك one of the following can reverse the forward reaction يقدر يعكس الفورورد ريأكشن، طيب الريأكشن لو هي ماشية كده وإحنا عايزين نعكسها فنشوف إيه اللي هيحصل، فبيقول لحضرتك الـ NA2CO3 دوت 10H2O يدي حضرتك NA2CO3 زاد 10H2O، فبالتالي أنت تشوف إيه اللي حضرتك يقدر يخلي الريأكشن دي تبقى ريفيرس، إن أنت تحط مية طبعًا إن أنا أحط مية ده يخلي الريأكشن تمشي باكورد طب ان انا اعمل هيتينج لا طبعا لو سخنتها هينفصلوا فتمشي فورورد فهو عايز يريفرز الفورورد يعني عايز يرجع باكورد فبالتالي ان انت تحط ميه تنفع انها تمشيها باكورد فبالتالي الاجابه بيه الاجابه الصحيحه ان تحط ميه تمشيها باكورد انما heating طبعا مش هتمشيها باكورد بعدين عندنا اسئله ترو اور فولس نشوف فيها الاجابات هتبقى ايه مع بعض يلا بينا نشوف الترو اور فولس اول سؤال بيقول لك نيوترازيشن رياكشن از ريتش از رياكشن between salts and water to produce acid based a neutralization reaction هي reaction between salt to water عشان تطلع acid و base طبعا إجابة false مليون في المية ده دي الهيدروليسيس The degree of solubility of a saturated solution is high درجة دوابان ال saturated springly soluble solutions اللي هي الأملاح اللي ما بتدوبش عالية لا طبعا false Sodium chloride solution has a neutral effect Sodium chloride عنده neutral effect اه طبعا لأن ال NaCl فكه positive negative OH H, -O -H فساعتها يدي لحضرتك سترونج بيز وايدي هاك سترونج اسيد فطبعا يبقى تاثيره نيوتريال اجابه صحيحه مليون في الميه اربعه بيقولك كاتاليس كان افكت ذا ايكوليبريم بوزيشن عمر ما كاتاليس بيأثر على الايكوليبريم والانحراف بتاعه خمسه والليسيوم نايتريت دي سولفد اند ايونايزد ان ووتر ذن ذيس سوليوشن هاز بي اتش مور ذان 7 اند كانتر ليتماس بلو لا طبعا هو الليسيوم نايتريت اصلا اسيديك لان انت الليسيوم نايتريت عامل كده فلو قسمته OH و هيديك strong acid و weak base فأكيد هيبقى acidic فطالما acidic أكيد less than 7 مش more than 7 وأكيد مش هيتنوا لتمس لبلو إجابة false فرق كلورايد اللي هو ال -E 3 has basic effect on litmus on dissolving water أكيد false نظرا لأن ال -E 3 لو حضرتك جاوبته positive and negative OH و عمره ما هيطلع لحضرتك أكيد يعني basic effect أكيد هديك weak base و strong acid فأكيد acidic effect سؤال سبعة بيقول لحضرتك هيدروكلوريك اسيد اند صوديوم هيدروكسيد ار فورمد اون سولفينج سوديوم كلورايد ان ووتر طبعا ترو هات اهو هات ال ان اي سي ال حطه في الميه لازم هيطلع لحضرتك ال ان اي اتش زائد ال اتش سي ال طبعا لو مش مقتنع ادي ال ان اي سي ال زائد ال اتش عادي جدا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف فالبوست من هنا ياخد النيجاتيف من هنا والبوست من هنا ياخد النيجاتيف من هنا فبديه يطلع حضرتك ال ان o اكيد مع ال سي ال زي ما الراجل قال فطبعا الاجابه تعتبر ترو مليون في الميه وبكده نكون خلصنا على بعض اساينمنت 4 وبكده نكون خلصنا كل الاسئله بتاعه تشابتر 3 لو عندك اي اسئله او اي استفسارات ابعت لنا على الجروب بتاع الفيسبوك او البيج بتاعه الفيسبوك او ارقام الواتساب وان شاء الله نساعد حضرتك في اي حاجه انت عايزها انتظرونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في فيديو جديد للتشابتر 4 ونبتدي مع بعض حل اسئله chapter 4 على خير اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي الى اللقاء